بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش ليوم الاحد. باذن الله لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا، سواء جوه مصر وعندنا كلام كتير، وبره مصر ويبقى ده الاهم، ده اللي واخد كل الانتباه والتركيز. مباراه جديده في الدور ربع النهائي قد تحددت، ومواجهه تجمع ما بين فرنسا وانجلترا. وما اسخن هذه المواجهه، مواجهة من المواجهات اللي ممكن من قبلها تقعد تقول 50-50، ما تعرفش تدي الغلبة بوضوح لطرف على طرف آخر، وده بعد ما فرنسا كسبت النهاردة بولندا بانتصار بسيط سلس بنتيجة 3-1 في الوقت اللي فاز فيه منتخب إنجلترا على السنغال انتصارا بسيطا سلسا بنتيجة 3 لكن دون مقابل. مغامرة إفريقية وصلت إلى دور الـ16 وانتهت، ولم يتبقى لنا إلا عربي إفريقي واحد فقط، وهو منتخب المغرب الشقيق اللي هيلتقي مش بكرة بل بعد غد بإذن الله مع منتخب إسبانيا. فهل تمتد هذه المغامرة لرحلة أطول تزيد من انتباهنا وتزيد من رغباتنا وطموحاتنا؟ بإذن الله موفقين يا أسود الأطلس. أما منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا فبيقولوا للناس كلها توقعاتكم صعبة جداً، ويحسبوا الحسابات لأن انتصارنا السهل في دور الـ16 هيصعبها بكل تأكيد عليكم في دور الـ8. تفاصيل كتيرة في الماتش بعد ثوان قليلة، فيلا بينا. أهلا بكم مرة تانية، وتستمر الأيام الجميلة، الأيام الحلوة، أيام بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وفيها لعبت النهاردة مباراتين، مباراة جمعت ما بين فرنسا وبولندا وانتهت بفوز فرنسا 3-1 زي ما قدامنا هيظهر على الشاشة، وانتصار آخر بثلاثية أيضا لكنها نظيفة لمنتخب إنجلترا على السنغال ليتقدم الإنجليز ويتقدم الفرنسيون حاملوا اللقب لمواجهة بعضهما البعض في قمة كلاسيكية من قمم المونديال في الوقت اللي انتهت فيه مغامرة بولندا. وصيف النسخة، وصيف مجموعته المجموعة الثالثة، والسنغال وصيف النسخة الأولى من كأس العالم. ثلاثيتان ممكن توضح أن النهاردة ما كانش يوم صعب على المنتصر، ممكن تكون البدايات صعبة عليه لكن أول ما عرف يسيطر، مش مجرد سيطر، هو سيطر بالجامد بالقوي، سيطر بالأداء، سيطر بالأهداف، سيطر بالأهداف الحلوة، سيطر بنص الملعب، بتحديد الريتم عايزه يمشي إزاي، وده اللي ظهر النهاردة للفريق الأزرق الفرنسي والفريق الأبيض الإنجليزي في انتصارات النهاردة. هنبدأ الأول بمباراة إنجلترا مع السنغال. السنغال كانت رفعت الطموحات، الفريق تدرج مستواه بداية من مباراة هولندا ثم مباراة قطر ثم الختام أمام منتخب الإكوادور في دور المجموعات. وطريقة الفوز على منتخب الإكوادور بأن أنت تقدمت وبعد التعادل عرفت ترجع بسرعة للفوز وبعديها تفضل ضاغط وتفضل محدد الريتم ماشي إزاي، ده اللي خلى الآمال والطموحات، وأعتقد في ناس كتير منهم أنا توقع أن منتخب السنغال ممكن يعمل مفاجأة. ولكن لهذه النسخة من الإنجليز من منتخب إنجلترا المفاجآت مش سهل أن تتحقق. المنتخب اللي وصل النهاردة للهدف رقم 12 في بطولة كأس العالم، 12 هدف في 4 مباريات فقط، ده نفس الرقم اللي خلص بيه النسخة الماضية اللي وصل لحد نهايتها في النسخة الماضية. ده فريق مش سهل أنه يحصل في مواجهته مفاجآت. أي نعم المباراة اللي جاية قدام فرنسا أمر مختلف تماما لأن خسارة إنجلترا مش هتكون مفاجأة، لكن بتتكلم على انه ده فريق متكامل، متكامل اهدافه الثلاثه حلوه النهارده، بيلعبوا الفرقه كلها بتشارك في الاهداف، بيعرف يبيلد اب امتى ويعرف امتى يروح مقرر يلا نجري نضغط نهجم، يعرف هاري كين امتى ياسست وامتى دوره يكون يخلص. النهارده بيسجل اخيرا للمنتخب الانجليزي. ممكن تتكلم على انه ازاي ادوار لعيبه خط الوسط، جودي بيلينغهام اللي بيصنع النهارده كاول لاعب شاب في تاريخ انجلترا يصنع في مواجهات كأس العالم، هندرسون امتى يتواجد جوه منطقة الجزاء، فيل فودن ازاي يستغل الفرصة وقت ما ياخد الوقت قدام امريكا يعرف يقنع ساوث جيت ان انا مش هخرج من تشكيلتك الاساسية، تعرف كمان ازاي امتى تنزل ساكا فينزل كبديل يسجل زي ما كان بادئ اساسي فيسجل. بتتكلم على عناصر بتتغير وما بيحصلش فارق
سخيف بالنسبة لمدرب اسمه جاريث ساوثجيت. بتتكلم على يخرج مدافع ينزل داير، بتتكلم على لوك شو بيواصل الأداء الجيد، بتتكلم على راشفورد إمتى بينزل ولما بينزل بيعمل إيه، ماونت يعني اللي بيخرج ما بتبقاش قلقان من اللي هينزل قدامه. منتخب إنجلترا نسخة لكل إنجليزي أكيد هي ممتعة ومتماسكة جدا. غياب لأسباب عائلية لبين وايت، كده كده ما كانش لعيب مؤثر، أو كان الأول والتاني والتالت قبليه موجودين فما كانش مقلق، لكن غياب للعيب مؤثر في طريقة لعب جاريث ساوثجيت وهو رحيم ستيرلينج برضه لأسباب عائلية لم يؤثر، والحقيقة أنه هو ما كانش مقنع قوي في اللقاءات اللي لعبها، وبالتالي بيدي إضافة جديدة للفريق كي يشارك في الفودن الممتع. ممتع فكرة ان لعيب يبقى قاعد حاطط عينيه قدام الفرصة وعمال يترقبها ويبص لها يمين وشمال وفوق وتحت وهي بتتحرك، يشوف لعيبة بتشارك ولعيبة بتخرج وتنزل مكانها لعيبة هو مش منهم، لكن اول ما تيجي الفرصة لأي سبب من الأسباب، سواء انتقادات إعلام سواء آراء جماهيرية أو سواء رؤية مدرب واضحة أو بسبب إصابات أو غيابات، يروح داخل ينقض عليها. ده في الفودن زي ما عملها مع مانشستر سيتي وبقى لعيب أساسي في قائمة وال11 الأساسيين لبيب جوارديولا، بيعملها مع مانشستر سيتي وبعدها على طول بيعملها مع منتخب إنجلترا. منتخب إنجلترا انتصار مهم وقوي ورائع الحقيقة على منتخب السنغال اللي بدأ قويا، لكنه أعتقد يعني معركة نص الملعب اللي خسرها بسبب تغييرات لأليو سيسي من التشكيلة الأساسية أنا مستغربها من البداية. ليه إدريسا جانا جاي ما يبدأش المباراة؟ ليه تشكيلة نص الملعب يتلعب فيها قدام منتخب بهذا الحجم؟ أعتقد أن أليو سيسي هيكون يفسرها. إدريسا جانا جاي كان موقوف لكن لعب بنامبلس مندي وبعديها حاول أن هو يلحق القصة. كان سيس كمان ما كانش المستوى كويس، فنص الملعب المعركة انهارت، فهو هيحتاج أليو سيسي انه يشرح ليه معرفش يتعامل بحلول. طبعا قدام بقى قايمة فيها ثلاثي خط الوسط المتعب بتاع منتخب انجلترا لم يكن الامر سهلا على الاطلاق. تعالوا نستعرض تشكيلة الفريقين النهاردة كيف كانت وكيف سجلت الاهداف. انجلترا بدأوا المباراة النهاردة ببيكفورد في حراسة المرمى، تلقى هدفين في بداية المشوار ثم نجحوا في ان هم ينطلقوا، ستونز وماجواير في قلب الدفاع، وستونز خرج في نهاية المباراة ونزل مكانه داير في آخر ربع ساعة، كايل ووكر في الناحية اليمنى ولوك شو في الناحية اليسرى عامل بطولة لا تنسى لوك شو، ديكلان رايس في نص الملعب وقدامه على مستوى الجنبين بيلينغهام اللي خرج في نهاية المباراة برضو آخر ربع ساعة ونزل مكانه ميسون ماونت، هندرسون اللي سجل أول الأهداف في نص الملعب وشارك في آخر المباراة بديلا له فيليبس، في المقدمة بوكايو ساكا اللي بدأ في المباراة النهاردة أساسيا قبل أن يخرج وينزل مكانه راشفورد في أول التغييرات، وفودن اللي شارك وخرج برضو في نفس التوقيت ونزل مكانه جاك جريليتش، وهاري كين اللي وصل للهدف 11 على مستوى المشاركات مع المنتخب الإنجليزي مش في كأس العالم لكن على مستوى البطولات الكبرى، متفوقا على جاري لينكر اللي بقى 10 تجوال أو توقف من زمان عند 10 أهداف. أما منتخب السنغال بقيادة أليو سيسي فلعب بالشكل ده. في حراسة المرمى إدوارد مندي، لم تكن هي البطولة الأمثل بالنسبة لإدوارد مندي لكن هارد لك ليك ولكل رجال منتخب السنغال. كاليدو كوليبالي في نص الدفاع بجواره عبدو ديالو، على مستوى ناحية اليمين سابالي وعلى اليسار جيكوبس، نص الملعب باتي سيس ونامباليس مندي كانوا في نص الملعب وبعديها خرج سيس ونزل جاي، لكن مش إدريسا جانا جاي اللي نزل، هو اللي هو يعني جاي الثاني اللي هو بابي جاي لاعب مارسي الفرنسي مع بداية الشوط الثاني. قدامهم دياتا وانداي وإسماعيل سار وبولاي ديا، وبرضو كان خرج سار مش اللي هو إسماعيل سار اللي هو ده كان نزل وخرج دياتا في الشوط الثاني، وكان كمان نزل بامبا ديانج مكان انداي، لكن حاول منتخب السنغال يقلل الفارق لكن كانت دايما المحاولات بتفشل، لأن فعلا منتخب الإنجليزي ممتع بصراحة. يعني
دي بعض المعلومات عن هذه المواجهة. إنجلترا بتضرب موعدا مع منتخب فرنسا اللي كان تأهل قبليهم إلى مواجهة يوم السبت المقبل، الدور ربع النهائي. فرنسا وبرضو مباراة كانت متوقعة، أنت بتلعب مع بولندا، يعني بولندا اللي بشق الأنفس مرت، واللي مرت بفارق الأهداف فقط على حساب منتخب المكسيك، واللي كسبت السعودية بصعوبة، بذكاء لكن بصعوبة، واللي اتغلبت من الأرجنتين وكاد الهدفان يصبحان 3 أو 4 أو 5، واللي تعدت مع المكسيك، فكانت الكفتين مش متعادلتين يعني. وحتى خسارة منتخب فرنسا في مباراة تونس كان واضح ان هي مباراة مش مرهقة، وحتى هم تعاملوا معها بهدوء، يعني ان احنا زعلانين بس عادي، دور ال 16 تبدأ بطولة جديدة. وقد كان منتخب بولندا بدأ متماسكا في البداية، لكن بعدها عرف يتضرب، ضيع فرصة خطيرة ما تضيعش، انطلاقة من الظهير الأيسر، وعمل عرضية حلوة قوي أو 1-2 حلو بعد ما عمل رمي التماس، وبعد كده عرف يضرب دفاعات منتخب فرنسا، يخش زيلينسكي يخش يشوط، لوريس يشيلها في الأولانية، بعديها يشيلها الدفاع من خلال فاران من على خط المرمى، سخن الديوك، صاح الديوك، فظهر كيليان امبابي. سجل منتخب فرنسا 3 أهداف. الأول كان كيليان امبابي بيصنع لأوليفي جيرو، كان شايل يعني كانت عرضية من ديمبيلي الأول، الجول فاضي قدام جيرو فيروح مضيعها، جاله إحباط، فعشان كده امبابي لما جات له الكورة ولقى في واحد بيربط معاه بالعين، أوليفي جيرو راح لعبها له، فما استناش عليها، لف وهو بيستلم وشاط في شباك تشيزني علشان يسجل الهدف الأول بصناعة كيليان امبابي اللي استلم منه المهمة بعد كده. أي نعم، وهم بيحتفلوا مع بعض، احتفلوا احتفال اللي هو أنا أحبك جيتيم الفرنسية، احتفل بيه وشاله كده وبصله بصة اتنين بيحبوا بعض، يعني لقطة كانت الناس كلها تناولتها، لأنه دي لقطة مشاعر حقيقية بقى، اللي هو أنت أنقذتني، أنت فرحت قلبي، أنا ضيعت كرة ما تضيعش يا مبابي، فشكرا على الأسيست الحلو، أنا بحبك. اتكلم عنها بعد المباراة أوليفي جيرو، واحد عنده أكتر من 35 سنة، أكبر لاعب يسجل في أدوار إقصائية من ساعة روجي ميدا الأسطورة الكاميرونية سنة 94، النهاردة أوليفي جيرو. سلم الراية بعدها لمبابي، أنت صنعت، خد سجل بنفسك، خد اصنع تاريخا جديدا، خد حط نفسك في مصاف الكبار كالعادة يا مبابي. لعيب مرهق جدا، تمسكه ازاي مبابي ده؟ لو قررت انك تقفل عليه الزاويه البعيده زي ما عملت في الهدف الاولاني عادي جدا، انت لو بتتفرج على ماتشات باريس سان جيرمان هتعرف انه بيتمنى، بتكلم مع لعيب بولندا يعني، بيتمنى الزاويه الضيقه هي اللي تتساب، عادي جدا انت وحارس المرمى والاثنين المساكين والباك الشمال قافلين اليمين علشان انا هلعبها هناك، طب انا هلعبها لكم في الضيقه بكل بساطه. في الشوط الثاني راح بيلف كل جسمه بيمينه يحطها في الشباك تشيزني بهدف كان سرعته كام؟ قريت السرعة 47 كيلو في الساعة، رقم برضو من على منطقة الجزاء أو من عند بداية كده منطقة الجزاء من 18 ياردة تقريبا، صاروخ في شباك تشيزني، فرض بيه السيطرة. والحقيقة يعني أنه بعد كده منتخب بولندا حاول يتماسك، لكن لا حياة لمن تنادي، الفرنسيين مسكوها خلاص، قبضوا عليها، فجيم مبابي من جديد ليسجل هدفا ثالثا بصاروخيه من ماركوس تورام. ماركوس تورام برضه الفوت ورك الحلو وقاعد بيرقص، راح مباصيها لمبابي، راح مبابي حاطط صاروخ المره دي بقى، فهمتوني انا بحب العب في الضيقه، طب انا هلعبها في اليمين في الواسعه هناك. فتشيزني حاول معاها نطه استعراضيه قويه جدا من اللقطات الحلوه، لكنها خدت ايديه ودخلت في الشباك. ثلاثيه اختتم بها الفرنسيون أهدافهم بعد رباعية بدائية قدام منتخب أستراليا في البداية، النهاردة بيوصلوا بثلاثية إلى الدور ربع النهائي. وكان في جول حلو قوي، دابل كيك من الجوال اللي كانت تبقى تاريخية وتعود عليها جيرو، لكنه اتلغى، مقصية اتلغت هي دي اللي قدامنا على الشاشة، بسبب التحام مع تشيزني ما بين المهاجم والمدافع وحارس المرمى في المواجهة. ثلاثة خلصت؟ لأ، نزل بديل بولندي، عمل عرضية جت في إيد بديل فرنسي، وقائمة برضو فرنسا رغم كل هذه الغيابات
مليانة جدا. البديل بينزل برضو، تلاقي دياسيه النهارده نازل، الباك اليمين عامل ماتش كويس في الدقايق اللي لعبها في اخر كام دقيقه. اي نعم هو اللي اتعملت عليه بينالتي، لعبها ليفاندوفسكي صدها لوريس واداله ثقه كبيره، لكن اتقدم خطوتين علشان الحركه بتاعت اللي هي البطء بتاع ليفاندوفسكي ده بيخلي الحارس ياخد القرار متاخر، فراح اتقدم خطوتين فالحكم انقذ ليفاندوفسكي وقال له عيد ضربه الجزاء، عادها وسجلها هذه المره في الزاويه المخالفه، وعلى الأقل ختم المباراة وهو بيسجل هدفا جديدا لليفاندوفسكي لمنتخب بولندا اللي ودع البطولة. أكيد السعوديين بيفرحوا دلوقتي برضو، أكيد برضو لقطة اللي خرجنا خرج كسب منتخب فرنسا ومرة إلى الدور المقبل. نستعرض التشكيلات سريعا قبل ما ندخل في بعض النقاط الأخرى عن كأس العالم. النهارده تشكيلة المنتخب الفرنسي كانت كالتالي: في حراسة المرمى هوجو لوريس أداء ثابت، أوباميكانو وفاران في قلبين الدفاع، ثيو هرنانديز ناحية الشمال، كوندي لعب ناحية اليمين كان لابس سلسلة الحكم اكتشف في آخر كام دقيقة في الشوط الأول، قال له اقلع السلسلة البند رقم 4 من الايفاب، بيقول إن ما ينفعش اللاعب يرتدي أي حاجة ممكن إن هي تضر المنافسين، سلسلة ده بيقلع كوندي قلعها وكملت المباراة عادي. تشاوميني هي دي الصورة اللي معانا، قلعوها له طبعا كوندي علشان ما ينفعش، واعتقد يعني دي حاجة معروفة، بس يعني في لعيبة بتبقى عارفة ان هي هتعدي بس ما عدتش كتير. على مستوى نص الملعب تشاوميني كان صاحب اول تهديد، ده تصويبة قوية قوي صدها تشيزني من خارج منطقة الجزاء، لعب جنبه رابيو، ودي تشكيلة مثالية مثالية. جريزمان النهاردة في نص الملعب دفاع ممتاز، هجوم رائع بيحرك الأطراف، ديمبلي بيحرك، مبابي بيعمل كل حاجة، مستوى متميز جدا لجريزمان في هذه البطولة بصراحة، يعني تحس ان هو مستمتع وهو بيلعب مع منتخب فرنسا. مبابي ناحية الشمال، ديمبلي ناحية اليمين، وديمبلي تحديدا كان خرج في آخر المباراة آخر ربع ساعة ونزل مكانه كومان، جيرو في المقدمة وسجل هدفا وكان نزل مكانه برضو آخر ربع ساعة ماركوس تورام، دياسي كان نزل في آخر دقيقتين مكان كوندي، وفوفانا كان أول التغييرات نزل مكان تشاوميني. جروسيكي لاعب الباك بتاع منتخب بولندا هو اللي نزل وعمل البينالتي. الناحية التانية منتخب بولندا، تشيزني في حراسة المرمى، على مستوى خط الدفاع كاميل جليك يسأل أكيد عن الهدف الأولاني، كان ضامم قوي لجوه وما ينفعش تسيب مبابي يستلم بهذه الأريحية، طبعا هو صعب في ظل هجمة مرتدة مرهقة جدا، لكن اللي هتكلم عنه تحديدا يعني واللي جنبه كيوير، أنا هتكلم على ماتي كاش النهاردة، يعني ربنا يعينك يا ابني، انا عارف ان هي صعبه عليك، بس اللي ارهق قدام منتخب السعوديه طبيعي جدا انه ينهار قدام منتخب فرنسا، مع كامل الاحترام لكن بتكلم على الفوارق. ماتي كاش النهارده اتلعب عليه كميه لعب من امبابي، وحتى في اللقطه بتاعت الجول الثاني دي كان جاي من اخر الدنيا جاي بيتمشى، فبصراحه يعني مباراه سيئه جدا لماتي كاش لاعب استون فيلا الانجليزي، لكن مفهومه فارق برضو السرعات سيدي. بارتوش او بيرسيزنكي لاعب ناحيه الشمال، قدامه على مستوى خط الوسط كريتشوفياك، زيلينسكي، وعلى مستوى الجوار سيمانسكي، كامينسكي وفرانكوفسكي، وفي المقدمه ليفاندوفسكي، والحمد لله ان الفرقه دي خرجت، عشان نطق الاسماء ده بيرهق قوي، مش عارف احفظهم بصراحه مش عارف احفظهم يا ريت صحيح كل الاسماء زي خط الدفاع، سهلين اهو: كاش، كيوير، جليك، بارتوش. بارتوش ده ما اسموش بارتوش، بس احنا بنختار الاسم الاسهل يعني. خرج منتخب بولندا من البطوله، هارد لاك لمنتخب بولندا. منتخب فرنسا على جانب اخر كيليان امبابي بقى عنده 5 تجوال في النسخه دي، هو في القمه دلوقتي في الصداره، علشان قائمه الهدافين فيها واحد مسجل 5 وكذا واحد مسجل 3 تجوال. قائمه الهدافين في كأس العالم حتى الآن كالتالي: في الصدارة مبابي 5 تجوال بعد 4 النسخة اللي فاتت، أوليفي جيرو 3 تجوال، بوكايو ساكا بهدف برضو بقى عنده 3، ماركوس راشفورد كان مسجل 3، في 3 تانية أكيد،
ميسي 3 وده مكمل معانا، جاكبو 3 وده هيلعب مع اللي مكمل معانا، الفارو موراتا 3 ولسه عنده مواجهة المغرب، انر فالنسيا 3 وودع البطولة. انتهت المواجهات النهارده. امبابي 9 تجوال في نسختين، عنده 23 سنة، يعني في نسخة 2026 هيبقى عنده 26 سنة تقريبا، يعني ممكن يجيب 5 تجوال تانية وده يقدر، يعني 26 سنة لسه بيبدأ عادي جدا في مجالنا في حياتنا هنا في مصر، لكن هو هيكون في قمة التألق امبابي ربنا يحميه يعني. فبالتالي 5 تجوال تانية متوقعة، عنده مونديال تالت ده لو ما عرفش يسجل أكتر من أي جول الموسم ده يعني أو النسخة دي بعد الخمسة، أعتقد إن رقم ميروسلاف كلوزا في حالة تهديد الآن، أكيد يشعر بالقلق والخطر الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزا الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم لكرة القدم. تشيزني بعد المباراة في لقطة عاطفية مؤثرة جميلة، دخل لقى ابنه قاعد بيعيط، فرح له وحضنه، قعد يمسح دموعه، خلاص خرجنا بس احنا وصلنا لمرحلة كبيرة، دور الـ16 من بطولة كأس العالم، وانا عملت افتخر بابوك، يعني ابوك صد ضربتين جزاء في كاس العالم وفي دور المجموعات كان هو السبب الرئيسي في ان منتخب بولندا يمر الى هناك. فلكن لقطه مؤثره جدا، وشايفين اللي بتعمله كره القدم في طفل عنده 4 أو 5 سنين هي الكوره بابتساماتها وبحزنها وبنظراتها ونظرات اللي بتخلينا نبصها واحنا مش واخدين بالنا في النهايه. محمود فؤاد في قطر العاصمة الدوحة حيث تابع المباراتين، وحيث نتحدث عن مباراتي الغد عبر زوم. هناك فؤاد، أهلا بيك، مش زوم، عبر الهاتف. أهلا بيك فؤاد، منور الدنيا. هاني مساء الفل عليك وعلى كل متابعينك، وحشني جدا يعني. أنت كمان وحشتنا، طمنا إيه الأجواء عندك؟ الأجواء كل يوم أكيد أنت متابع بتزداد إثارة يوم بعد التاني، إحنا خلاص يعني في العد التنازل لمونديال كأس العالم. النهاردة تاني أيام دور الـ16، يبدو يعني أن دور الـ16 كده ما فيش فيه مفاجآت لحد دلوقتي. تاني أيام دور الـ16 النهاردة، امبارح هولندا فوز مستحق، وفوز كان 99% كان متوقع، فوز المنتخب الهولندي المنتخب اللي متكامل في كل مراكزه، فوز مستحق على المنتخب الامريكي. المباراه الثانيه كانت الارجنتين برضو كالعاده فوز مستحق على المنتخب الاسترالي. النهارده بقى كان المباراه الاولى اللي كانت على ملعب السمامه، المنتخب الفرنسي مع المنتخب البولندي. المنتخب الفرنسي هاني يعني من اللي احنا شفناه النهارده انه بيثبت يوم بعد الثاني كده انه جاي وناوي وشادد حيله كده للفوز بالمونديال، وخاصه انه حامل اللقب، انت عارف هو واخد اخر نسخه في روسيا. مظبوط. المنتخب الفرنسي عمل مباراة قوية جدا جدا قدام المنتخب البولندي، ومن الآخر فاز بسهولة جدا بـ3 أهداف. تألق مبابي زي ما أنت كنت بتقول عشان يسجل هدفين من الثلاثة بطريقة مهارية رائعة، واضح إن مبابي كده بيقول للكل أنا هكون أفضل العالم، أفضل لاعب في العالم المرحلة الجاية كده غصب عن أي حد. مبابي وصل رصيده 5 أهداف، اعتلى الصدارة، ومجموع أهدااف المونديال اللي وصل لـ9 على نسختين. خليني اقول لك انه ديشامب المدير الفني لفرنسا بعد المباراه اتكلم عنه في مساحه لوحده، هنستعرضها واحنا بنتكلم معاك فؤاد. قال انه لاعب استثنائي وانه حاليا هو افضل لاعب في العالم، مش لسه هيبقى افضل لاعب في العالم. تصريحات ديدي ديشامب عن امبابي كانت بتتكلم على انه لاعب مختلف، ان الفوز على منتخب بولندا لم يكن سهلا، كان فريق منظم، عملنا تغييرات لبعض المواقف بين الشوطين. اتكلم على مبابي، قال انه عنده القدره على حل الكثير من المشاكل، وهنحتفل بالفوز مع عائلتنا قليلا كما هو مخطط، عندنا 6 أيام للراحه الاستعداد لمباراه ربع النهائي. بالتاكيد ديشامب كلامه منطقي جدا، مبابي اي مكان بيظهر فيه بيكون هو بطل المشهد، ولكن يهاني بعد المباراه قال لك احنا بنستمتع بيه اكتر منكم، احنا بنتفرج عليه من مسافات قريبه، انتم التلفزيون والملعب ما بتبقاش زي ما احنا مستمتعين. انت عارف ان امبابي كان خد رجل المباراه المباريات اللي فاتت وما كانش بيتكلم مع الصحفيين. خرج النهارده امبابي بعد المباراه وكانه كده عايز يصالح الصحفيين، ظهر لاول مره قدام الصحفيين وقال لهم يعني ايه، قال انا عارف الاسئله الكتير اللي انتوا عايزين تسالوها لي، ولكن
يعني قال نصا كده هاني، الامر مش شخصي، انا ما فيش خلاف مع حد، انا مش ضد حد، انا مهووس ان انا اخد كاس العالم المره دي، وانا كل تركيزي داخل الملعب، انا ما بتكلمش عشان ما فيش يعني ايه، هو مش عشان عندي مشكله معاكم يعني، ماليش مشاكل مع حد، انا جاي وبركز وهدفي داخل الملعب بس. ده كان بيوضح القصه، وقال ان الاتحاد الفرنسي مش مجبر يدفع لي الغرامه، ده حاجه شخصيه انا اللي عملتها، فانا اللي هدفع الغرامه اللي الفيفا اقرها. كم هي الغرامه؟ كم؟ 1000 دولار 15 باين ولا كام؟ 15 هنا. يعني ملاليم. خليني اقول لك برضو هاني، بعد المباراه انا كنت متواجد في ماتش فرنسا وبولندا، كان في جماهير عرب كتير جدا جدا، وخاصه من المملكه العربيه السعوديه، هم مش ناسين ان بولندا فازت على السعوديه في دور المجموعات، وكان موجود ناس يعني جماهير من السعوديه كتير جدا، فضلوا يشجعوا المنتخب الفرنسي من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى بعد المباراه قعدوا يهتفوا للمنتخب الفرنسي بعد المباراه. المباراه الثانيه هاني مباراه انجلترا والسنغال. انجلترا والسنغال، منتخب انجلترا رغم انه منتخب قوي لكنه فاجئ الجميع قدام المنتخب السنغالي، وواضح كده ان الاصرار الانجليزي واضح وغير طبيعي. انا شايف فوز سهل جدا لمنتخب انجلترا، منتخب يمتلك وعنده كتيبه محترمه كده وقويه من اللاعبين، خاصه الشباب ما بين 19 و22 و23 و24 سنه، وعندهم ايضا مجموعه هاني من الخبرات اللي موجوده فيهم، وابرزهم هاري كين، واللي النهارده سجل اول اهدافه في المونديال الحالي، عشان يبقى كده على ما اتوقع هو هداف انجلترا في البطولات الكبرى. مظبوط. طيب من الاخر اتفضل، انا شايفه فوز سهل جدا لمنتخب فرنسا، واحنا داخلين يا هاني على نهائي مبكر انجلترا وفرنسا يوم السبت الجاي، هنشوف مباراه من العيار الثقيل. هو الواضح يعني ان خلاص من دور ال 16 الجد بقى هو السمه المميزه، الكبير بيكسب، ومن دور الثمانيه كمان احنا بنشوف مواجهات ما فيهاش واحده ضعيفه او واحده فيها طرف اقل بكتير من الثاني، يعني انت بتتكلم على ده اللي انا بقوله لك في هولندا وانجلترا، بتتكلم على فرنسا فرنسا وانجلترا، الارجنتين وهولندا، في احتمال ادي كمان في عندنا في دور ال 16 اسبانيا مع المغرب، والكسبان منهم هيبقى مع اسبانيا، والبرتغال مع الثانيه محتمل بالظبط، والبرتغال مع سويسرا. طيب برضو يا هاني في لقطه كده بعد المباراه، كانت في جماهير عربيه كتيره برضو موجوده، قعدوا كده يعني يتريقوا على جماهير السنغال، وكان معاهم ليزر كده بعد المباراه، اشاره منهم كده للي حصل في ماتش السنغال، وناس كتير عرب كانوا بيتكلموا وبيقولوا ان منتخب مصر لو كان موجود كان هيبقى شكله افضل من اللي ظهر بيه المنتخب السنغالي النهارده قدام المنتخب الانجليزي. مفيش اسهل من كلمه لو عموما، بس تمام يعني ان شاء الله سنشارك ونبقى افضل، لكن لو دي سهله قوي نقعد نقولها انا وانت للصبح. ان شاء الله هنكون موجودين المونديال الجاي، نكون موجودين ونبقى كويسين قوي كمان باذن الله. ده اللي لازم يشتغل عليه كل مسؤول. بشكرك جدا محمود فؤاد المتألق من العاصمة القطرية الدوحة، عضو فريق عمل برنامج الماتش. بكرة بقى عندنا ماتشين، ماتشات برضو بالنظر إلى المنافسات بتاعتنا تقدر تقول إن في واحدة منهم ممكن تبقى شوية متكافئة بالنظر لمستوى الفريقين في النسخة دي، بتكلم هنا على مباراة اليابان وكوريا، ومواجهة تانية تبقى برضو لمستوى الفريقين اليابان وكرواتيا. المباراة التانية بقى فيها فروق على مستوى القائمتين، لكن أكيد كوريا الجنوبية نفسها جدا تعمل مفاجأة قدام البرازيل في تمام التاسعة في استاد 9-7-4. هنبدأ باليابان وكرواتيا. كرواتيا اتعادلوا ماتشين وكسبوا ماتش، الفوز اللي كسبوه كان كبير قدام كندا، لكن رغم وجود ثلاث أسماء مؤثرة قوية جدا زي كوفازيتش تحديدا وزي مودريتش وزي ديان لوفرين على مستوى الخبرات، الفريق اللي خد وصافة النسخة اللي فاتت، هما أكيد عارفين إن المستوى ما كانش مقنع في دور المجموعات، فدور ال 16 بالنسبة لهم هيبقى لازم حاجة مختلفة.
لكن هم كمان هيعتمدوا على التاريخ بكل تأكيد. ده منتخب في الست مرات اللي وصل فيها في دور ال 16 عداه، لو عدى دور المجموعات أكيد هيعدي دور ال 16، رغم إن هم رجعوا للمنافسات العالمية يعني من 1990 وأنت طالع، وبالتالي هم بالنسبة لهم عايزين يلجأوا للخبرة وللتاريخ. منتخب كرواتيا عارفين إن عندهم مشكلة هجومية، عارفين إن هم شوية كانوا بيبانك قلقانين اتوتروا شوية لما منتخب بلجيكا ما كانش قدامه غير إنه يهاجمهم، فهاجمهم فأرهقهم فهددهم، لكن اتأهلوا على حسابه. وبالتالي عارفين كمان كويس قوي مين هو منتخب اليابان. الملاحظ ان منتخب اليابان ده بعقلية الساموراي زي ما قال مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان، مدير فني يحب انه يلعب كفريق اقل في الترشيح من المنافس، يعني فريق بينظر ليه باعتبار انه الطرف الاقل حظوظا، الاندر دوج. ليه؟ لانه دي عقلية الساموراي، انا بحاربك بدماغي مش بحاربك بس بالسيف، انا بنضف السلاح، وده اللي قاله قائدهم النهارده ناجاتومو، لكن في نفس الوقت بقعد ابص لعينيك واركز انت عايز ايه واحسبها بحرب دماغ ضد حرب دماغ. انا الفريق اللي اتاخرت قدام اليابان قدام المانيا وعرفت ارجع في الشوط الثاني، انا الفريق اللي اتاخرت برضه قدام اسبانيا وعرفت ارجع في الشوط الثاني، فريق بدافع وبستقبل الضغط بتاعك، وبعد ما انت حتى لو سجلت برجع الشوط الثاني اضغط عليك واحاول ان انا اغير طريقه اللعب ونزل اثنين مؤثرين. فريق اختلفت تماما قدراته الفنيه من 2018 لما خرج من دور ال 16 عن 2022، لانه في 4 سنين بقى عدد لاعبي المحترفين في التوب ليفل في اوروبا اكبر كتير واكتر كتير. فعندي قدره اني على مستوى الحرب العقليه اعرف امشيك زي ما انا عايز في الشوط الثاني من المباراه. وبالتالي انا لما لعبت قدام كوستاريكا وانا المرشح خسرت 1-0 لما المباراه كانت متكافئه وكنت انا بضغط وهم بيضغطوا، وبالتالي اليابان مش سهله ابدا الفوز عليها بكره. مش سهله، دي مباراه مش سهله، تاريخ الاثنين على مستوى المونديالات لصالح كرواتيا، لكن ده يعلمه جيدا داليتش ويقول عنه مورياسو ان الساموراي جاهز لمواجهه الغد. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال من هذا وذاك. مباراة بكرة دي، لكن مباراة تانية بقى، كوريا الجنوبية جاية من بعيد جدا وكسبت البرتغال وحجزت البطاقة على حساب غانا وأوروغواي الاتنين اللي كانوا مرشحين بنسب أكبر منها، بتلعب قدام البرازيل اللي برضو مش هيفرق معاها أبدا، مش هتشوف تأثر لمنتخب البرازيل بالخسارة قدام منتخب الكاميرون، الخسارة اللي هي غير مؤثرة زيها زي خسارة فرنسا قدام تونس، لكن برضو هتشوف مباراة أكيد فيها لعب ومحاولة انتفاضة كورية في حالة التأخر. برضو فريق بيتأخر وبيعرف يرجع للمباراة، عندهم اللعيب المهاجم اللي سجل جولين اللي هو سو قدام منتخب غانا، واخد متابعة جماهيرية، لكن مش عشان مستواه ولا الجولين اللي سجلهم، بل علشان وسمته. العالم كله بيتكلم على إيه الولد الأمور ده، الشو كيو سونج اللي جاب جولين قدام غانا، بيتكلموا على انه ضحكته حلوه وشيك وانيق ومرح ودمه خفيف، نزل له فيديو 10 ثواني هو على الدكه مركز وبيمسح خده كده، فالناس كلها بتتكلم على انه ايه، كان عنده 20,000 متابع على انستجرام قبل البطوله، في خلال البطوله دي بقى عنده 3 مليون متابع او 2 وي مليون متابع، ما شاء الله ربنا يزيده يعني. لكن هيعمل ايه بقى بكره الفرقه دي قدام منتخب البرازيل؟ البرازيل راجع لها نيمار احتمال كبير، رجع اتمرن امبارح والنهارده اتمرن، وعلى حسب بقى اللي هيحصل للنهارده هيقرر تيتي. لكن الفرقه دي نفسها البرازيل مع غيابين ثلاثه في ماتش ودي في يونيو اللي فات كسبت كوريا 5-1. نيمار النهارده في التدريب، نيمار نفسه كان سجل جولين فيهم في الماتش الودي، ريتشارلسون جاهز كان سجل في مرماهم في التدريب او في الماتش الودي، ما لعبش جونيور فينيسيوس لكن غالبا هيبدا بكره. مواجهه اكيد الطرف الاقوى فيها هو منتخب البرازيل اللي باصص من دلوقتي على هلاعب مين في النهائي، لكن ازاي العقليه وازاي الدهاء بتاع منتخب كوريا يعرف يواجهه. القصه بتاعت اليمين والشمال، دانيلو رجع
لكن ساندرو مش جاهز ولا تيلس جاهز، فمين اللي هيلعب ناحية الشمال؟ تيتي قالها بشكل لغز كده حلو، قال لك انه اللي هيلعب ناحية الشمال انا مستقر عليه، وقد لعب مع نادي في مركز الظهير الايسر سابقا، يا ترى مين؟ بالسؤال ده لو قعدنا نحلل هنلاقي ان داني الفيش هيقعد ناحية اليمين زي ما هو، وان دانيلو اللي رجع للمشاركة وبقى قادر انه يشارك هو اللي هيروح ناحية الشمال باعتبار انه لعب في المكان ده مع فريقه يوفنتوس في اكتر من مرة. تعالوا نشوف ايه اللي قاله المديران الفنيين سواء البرازيلي تيتي او البرتغالي باولو بنتو اللي قال ليه لا ما حاول اكسب البرازيل. بصراحة حقه يبقى مرهق، يعني ده احنا مرهقين واحنا بنتفرج على الماتشات مرهقين، فطبيعي ان لعبته اللي بتلعب كل يومين ثلاثة تبقى مرهقة وداخلة على ماتش برازيل، ده انت ربنا يعينك يعني يا باولو بنتو انت ولعبتك، وزي ما ربنا يعين كل اللعيبة اللي بتلعب، لان الحقيقة البطولة رتمها عالي جدا، وحتى وانت كسبان اتنين مش ضامن. اي نعم انجلترا كانت كسبانة اتنين فضمنت وكان واضح ان الدنيا ماشية في سكتهم وفرنسا النهاردة، لكن ده يوم من الايام النادرة السهلة ولكنه يبقى دورا اقصائيا في النهاية. ده اللي بيحصل في كاس العالم وهنتكلم عنه بتفصيل اكتر كمان شوية مع الكابتن حسن مصطفى نجم الكرة المصرية صاحب الرؤية التحليلية المتميزة والفنية قوية جدا. لكن ايه اللي بقى اللي بيحصل في مصر؟ ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ ايه اللي بيحصل في غزل المحلة؟ بعد ما كنا قد انفردنا بتفاصيل ما يحدث هناك قبل ان تحل القصة، هل حلت نهائيا ولا لا؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك بعد ما قلنا ان الكابتن اسامة نبيه سيظهر في التدريبات غدا وقد ظهر بالفعل؟ ايه اللي بيحصل في استعدادات الفرق لعودة الدوري من خلال جولته السادسة بعد بكرة؟ ده كله هنعرفه بعد الفاصل في الماتش، خليكم معنا. اهلا بيكم مره تانية في الماتش. هل هي مباراه القمه؟ الجدول بيقول كده، الاهلي المتصدر يلتقي صاحب المركز الثاني غزل المحله يوم الاربعاء. الوضع في الاهلي هو عوده التدريبات النهارده بعد راحه، وبالتالي استعداد من اجل نقاط ثلاث جديده يتواصل بها الصداره. اما غزل المحله اللي قدم اداء رائعا حتى الان في الدوري، حصلت له هزه نوعا ما في الايام الماضيه، لكن في محاولات لتهدئة الأمر وإعادته إلى الطريق الطبيعي حصلت المحاولات، حكينا تفاصيلها وهنحكي شوية تفاصيل تانية خلال الساعات اللي فاتت حصلت قبل أن يخرج بيان غزل المحلة اللي اتكلم فيه على أن مستر بابا باسيليو، باسيليو مفيش سين في الآخر، بابا باسيليو قاد الميران النهاردة ودخل ممكن تسميها زفة، دخل محمولا على الأعناق، ممكن دخل وهو الناس بتحتفل بيه وكأنه متوج ببطولة، دخل وهو مبتسم هذه الابتسامة العريضة بعد أيام من أنا ماشي أنا خلاص حجزت تذكرة الطيران. على الفيديو ده عايز أقول إنه لازم يستثمر، لازم يستثمر. المحلة ماشي بشكل كويس وجزء كبير من أسباب هذا الشكل الجيد هو الراجل ده، مش وحيد طبعا، ما انت عندك إدارة وعندك لعيبة وعندك جمهور، فالواحد لما يوصل لمرحلة ان كل الأطراف متكافئة ومتماسكة والهدف واحد ما ينفعش أبدا يفرط في الشكل ده، لان لو عنصر وقع من العناصر دي هيكر وراه عناصر أخرى فتنهار الأمور. الواحد في أي منظومة مش بس كروية، في أي منظومة لما بيحصل له 1% نجاح، خطوة بل نص خطوة تقدم للأمام، لازم يبروز النقطة دي، لازم يبروز الخطوة دي ويستغلها في إن النص خطوة تبقى خطوة والخطوة تبقى خطوتين، علشان ما هو بالطريقة دي بيصنع النجاح. حتى الآن ما تقدرش تصف تجربة المحلة إن هي نجحت، لأن أنت لسه بتكلم في 4 جولات، لكنك عملت خطوة ما ناحية النجاح على مستوى فريق الكورة. أنا بتكلم كمستوى كورة ونتائج، عندك جمهور متكاتف جدا حول الفريق، عندك لعيبة متفاهمة جدا مع المدرب، عندك مدرب بيظهر بشكل كويس، عندك إدارة مش بس على مستوى إدارة الفريق أو إدارة النادي، عندك محافظ النهاردة الدكتور طارق رحمي
بيروح بنفسه علشان يتكلم مع اللعيبه وعلشان يبقى موجود معاهم مع المدير الفني العائد. عندك رئيس رابطه الانديه ورئيس شركه الكره في نادي فيوتشر النائب احمد دياب موجود من اجل يعني تهدئه الاجواء او لم الشمل. فكويس قوي ان هي انتهت بالشكل الهادئ ده، واتمنى لانه بكل صراحه يعني بكل صراحه العلاقه رجعت، لكن اي علاقه بترجع بيكون فيها شرخ. ازاي تلم الشرخ ده مع الايام دي؟ بتكون ليها خطوات، الخطوات دي بتبقى بعيده عن الاعلام 100%. ان نقعد مع بعض بقى كاداره وكمدرب. بكره المفروض ان في توقيع عقد يحصل على التفاوض الجديد اللي حصل، اللي هو الاداره بتقول ان ما هو ده اللي احنا كنا ناويين نعمله. لكن اي مكان يمضي بقى ويتم الهدوء والاستقرار وتقعد تقولوا مع بعض انا زعلت منك في كذا وكذا وكذا، بس تمام خلاص انا راضي، وانا زعلت منك في كذا وكذا وكذا، لكن كمان انا راضي. لان لو فضل حد شايل او طرف شايل من الطرف ده من الطرف الثاني، لو الوقعه ما جاتش دلوقتي هتيجي لاحقا. فمهم جدا ان فعلا تكون النوايا خالصه، انتهت ازمه لمده 3 4 ايام واللي جاي عامل ازاي. الكابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله كان احد الاطراف الهادئه جدا والفاعله جدا والمتمسكه باعاده الصفوف سريعا، وهو معانا على التليفون. ربما لم يلحظ دوره اعلاميا، لكن لازم نتكلم معاه في هذا الدور. اهلا بيك كابتن صابر، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فنان، ربنا يخليك. يعني عادت الامور بنسبه كام في الميه من وجهه نظرك بعد عوده بابا فاسيليو؟ والله الحمد لله بنسبه 100%. احنا الحمد لله رب العالمين، يعني انت عارف احنا نادي اصولنا كلها فلاحين، ما عندناش ان احنا نشيل من اي حد اي حاجه. الراجل يعني الكوتش راجل محترم جدا جدا. هو يعني كان طلب مطلب، هو شيء يعني بالنسبه له هو شيء يعني مطلب طبيعي، لان هو المشكله ان كان كابتن هاني الفلوس بتاعته كان بياخدها بالمصري. فطبعا دي كانت بتعمل له مشاكل لما بيجي يحول فلوس ما كانش يعني للبلد في بلده، فكان بتبقى فيه صعوبه، لان انت عارف لازم العقد يبقى بالدولار وكده. مظبوط. فده اللي كان مسبب بس بعض المشاكل البسيطه خالص يعني. والراجل يعني مش عاوز اقول لك يعني زعله زعل، يعني مش عاوز اقول لك يعني زعل جميل، يعني مش مثلا ان هو مش اجريسيف، لا مش عنيف. واداره محترمه، اداره محترمه في ثواني يعني الحمد لله رب العالمين. اتدخل بعض الناس يعني عندنا في المحله، ناس كبار نواب في مجلس الشعب، فالامور الحمد لله رب العالمين هاديه جدا. الراجل رجع النهارده لو حضرتك يعني شفت هتلاقي مظبوط استقبال جميل، لان هو الراجل محبوب جدا. الفتره اللي قضاها معانا فتره قصيره، انما في حاله من الحب ما بينه وبين الجماهير، ما بينه مجلس اداره، ما بينه وما بين الجهاز الفني. فالحمد لله احنا الامور عندنا مستقره الحمد لله يعني. الحمد لله. ازاي تلقيت خبر ان حضرتك كابتن صابر اللي هتقود مواجهه الاهلي يوم الاربعاء قبل ما يعود مستر بابا باسيليو لقياده الميران وبالتالي مواجهه الاهلي؟ هو انا هقول لحضرتك، انا في الاول رفضت طبعا. يعني رفضت طبعا، يعني انا عاوز يعني ما ينفعش ان انا ابقى مدير رياضي ويعني ارجع اشتغل مدير فني تاني يعني في النادي عندي. انا كنت واخد قرار يعني ان انا في النادي مدير فني، يعني صعب ان انا اشتغل تاني في المحله مدير فني. ليه يا كابتن؟ ليه كنت واخد قرار انه ما ينفعش ابقى مدير فني مره تانية؟ والله انا كنت خدت قرار يعني من فضل، لان انا اشتغلت فتره في النادي ولما كان في الدرجه الاولى كنت واخد قرار. انما لما يعني رئيس النادي كلمني قال لي صبر، يعني هو ماتش واحد، ماتش النادي الاهلي بس نعديه والامور تبقى يعني يعني ان شاء الله باذن الله تبقى الامور ترجع تاني لوضعها الطبيعي. انا وافقت يعني وافقت عشان على ماتش النادي الاهلي. وفي نفس الوقت انا كنت يعني متواصل مع يعني الجهاز الفني، متواصل مع الكابتن عبد الباقي ان احنا يعني الموضوع يخلص بسرعه، والحمد لله الموضوع خلص. وانا يعني مش عاوز اقول لحضرتك انا سعيد جدا جدا بعوده الراجل ده، لان انا من الناس المحبين له. راجل كابتن هاني على مستوى فني عالي جدا حقيقي، على المستوى الانساني والخلقي حاجه جميله جدا.
وعامل حاله حلوه في النادي، يعني عامل حاله يعني جميله ما بينه وبين اللعيبه، ما بينه وبين الجهاز الفني، ما بينه وبين الاداره، ما بينه وبين الجمهور. ودي الحاجه اللي كمان الحاجه الجميله، واتضح ان هو لما هو راجع الناس اول مره تيجي بالكم ده لما عرفوا ان هو جاي كانت فرحه غير طبيعيه يعني. فالحمد لله يعني الامور عندنا الحمد لله يعني مستقره، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. كابتن صابر، خلينا ناخد يعني برضو الإحساس اللي كان عندك لما خلاص وافقت إنك ولو لمباراة تقود الفريق. أيوة. الفرقة ماشية كويس على مستوى النتائج وعلى مستوى الكورة المقدمة، ووقت ما هيحصل التغيير وهيتقال إنه في مدرب مؤقت وهو أسطورة من أساطير النادي كابتن صابر عيد، اللي محبوب جدا جماهيريا ومعروف دوره الهادئ ودوره الفني كمان، أول ما هيمسك مؤقتا هيمسك قدام الأهلي، وبالتالي في احتمال لخسارة بعد تعثر على مستوى علاقة المدرب مع الإدارة. ازاي تعاملت معاها القصه دي، وازاي بصيت لها او فكرت فيها؟ موقف مش سهل اكيد. طبعا هو الموقف كان صعب جدا، بس انا قعدت مع اللعيبه، يعني قعدت مع الكابتن كمان عمر اسلام المساعد مع الكوتش. ايوه. وقعدت مع اللعيبه كلمتهم قلت لهم انا مش داخل عشان ان انا مثلا هفتي ولا اي حاجه، احنا نفس السيستم بتاع الراجل هنشتغل بيه. نفس التدريب اللي كان بتشتغلوا بيه هنشتغل بيه، نفس الاسلوب التدريب، لان كان انا طول الوقت حاضر التدريبات معاهم، فقلت مش هغير اي حاجه. أيوة. يعني حتى الماتش البدايه بتاعه مع يعني بدانا الاتحاد بفرقه، قلت هنبدا بنفس الفرقه. تمام. نفس اسلوب اللعب وكده. ما ينفعش ان انت في الفتره الصغيره حوالي 3 أو 4 أيام ان انت تقول ان انا احط بصمه، ده يبقى يعني غلط كبير جدا. لان الاولاد الحمد لله يعني كابتن هاني مش عاوز اقول لحضرتك يعني اتطوروا كتير جدا مع الراجل. واسلوب لعبنا كمان اتغير بطريقه يعني من الالف للياء. صح مظبوط. يعني بدانا نحضر من تحت كويس، كان الاسلوب ده عندنا السنه اللي فاتت احنا كنا من اقل فرق الاستحواذ، كنا عندنا اكتر فرقه عندها ميس باص. انما دلوقتي الحمد لله يعني بقت ما عندكش مشكله ان انت تبدا من تحت. الحارس عنده ثقه ان هو يلعب مع اللعيبه حتى لو تحت ضغط. أيوة. لان الراجل بيديك حلول كتير جدا. يعني بيعمل حسابه وانت تحت ضغط بيحل ازاي. أيوة. ده اسلوب لعب بصراحه لازم نحترمه يعني. مزبط. فانا ما كنتش اعمل اي حاجه الا ان احنا نشتغل بنفس الاسلوب بنفس التشكيله كمان اللي لعب بنفس لان ما ينفعش ان انا مثلا اتغير يعني الوقت ما كانش يسمح. وفي نفس الوقت انت ماشي باسلوب ناجح. وانما النتيجه كانت هتبقى بتاعت ربنا في الاخر يعني. تمام مظبوط. طيب توقعك لنتيجه الماتش اللي جاي ايه؟ توقعك تمشي ازاي؟ والله كابتن هاني هو ماتش تملي ماتشات المحله والاهلي في المحله. بتبقى ماتشات يعني قويه جدا. صح. النتيجه دي ما بتبقاش يعني معروفه بالذات ماتشات النادي الاهلي. انت عارف ان يعني النادي الاهلي من الانديه الكبيره، اللعيب مثلا لو بيعمل 100% في ايام العاديه في ماتش النادي الاهلي ده بيطلع كل الجهد عنده. والدليل على كده احنا السنه اللي فاتت لعبنا النادي الاهلي عندنا في المحله. كانوا كسبانين 2-0 تعادلنا 2-2 وكان ادائنا اداء كويس جدا. وجابوا لينا جون في الوقت بدل الضايع. كسبونا 3-2. فالنتائج بتبقى قريبه جدا يعني. الموسم اللي قبليه احنا كسبناهم في المحله 1-0. صح. فيعني النتائج عندنا بتبقى متقاربه يعني، لان النادي الاهلي من الانديه الكبيره. والنادي المحله طول عمره مع النادي الاهلي بتبقى ماتشات في المحله بالذات بتبقى ماتشات قويه. صح. كابتن صابر بشكرك جدا على وجودك معانا، وبالتوفيق باذن الله في المرحله المقبله. الكابتن صابر عيد نجم غزل المحله السابق والمدير الرياضي للنادي. على فكره عادي جدا ان يبقى في مدرب جاي برقم، عشان شفتها تعليقات كتيره يعني جاي برقم قليل وبعد كده ينجح فياخد يعني مرتب اعلى او يحصل تعديل. هو ده ما كانش مطلبه على فكره التعديل، هو كان مطلبه انه يعرف يقبض، انه ما كانش عارف يقبض، كان بياخد بالمصري. طب احول ازاي لاسرتي اللي هنا ولا اسرتي اللي في اوروبا وارجع لهم فلوسهم ازاي بما اني العقد نفسه مصري؟ وده غير ان هو لما مع ارتفاع سعر الدولار وانه فكره الصرف مش سهله، فده بيقلل المرتب برقم غريب جدا يعني من كام الف لكام الف بالمصري، فده كان متعب ومفهوم. فبالتالي برضو هي فكره الاستثمار في خطوات النجاح. جمهور المحله وهو شايل النهارده بابا باسيليو قال على مهلي على مهلي على مهلي لسه دورك يا اهلي. الاهلي بكل تاكيد شايف اللي بيحصل بإيجابياته وبسلبياته. مارسيل كولر يعلم أكيد كل تفصيلة في هذا الأمر، فبيستعد لمواجهة غزل المحلة. علي معلول بيقترب من أن يظهر في هذه المواجهة
شكل اساسي مره تانية بعد ما انتهت رحله منتخب تونس في بطوله كاس العالم، وبعد ما محمد اشرف كان بيلعب الماتشين بل الثلاثه الاخيرين للاهلي في غياب علي معلول. لكن محمود متولي ورغم جاهزيته في اخر الايام في توصيه طبيه بانه لا، ماتش المحل اصبر عليه، ياخد وقت اكتر من الراحه وبالتالي يظهر في اللقاءات التاليه. بتكلم هنا على مساك النادي الاهلي محمود متولي اللي كان تعرض للاصابه من وقت معسكر منتخبنا الوطني السابق في نوفمبر الماضي. لكن محمد عبد المنعم على النقيض اصبح جاهزا طبيا لمواجهه غزل المحله في انتظار الرؤيه الفنيه من مستر مارسيل كولر لهذه المواجهه. قبل ما نسيب الاهلي والمحله، ففي اسماء كان ليها دور بارز في قصه غزل المحله ومدربه مستر بابا فاسيليو لازم نتكلم عليهم بدون ترتيب ولكن بادوار ربما خرجت للاعلام وربما لم تخرج، وهي كالتالي. على مستوى النائب احمد دياب بكل تاكيد ربما في استفسارات وتساؤلات، ليه رئيس رابطه الانديه يكون موجود او ليه رئيس شركه الكره في فيوتشر يكون موجود، لكنه هو قالها معانا اكتر من مره انه انا دوري دايما تهدئه والحصول على الحقوق بتاعه الانديه وان انا بمثلهم، فاعتقد ده ممكن يكون دور لي. سالته اكتر من طرف، لم اساله شخصيا لكن سالت اكتر من طرف كانت اجاباتهم كلها يعني ما نعرفش، لكن هو يعني امر يشكر لكن لا نعرف من استقدم او من نصح او اوصى بتواجد النائب احمد دياب. ايضا المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه دور جيد جدا، بيان شفناه النهارده، بل وقال ان في نجم كوره تدخل بدون ذكر او رفض ان يذكر اسمه في اطار ان انا بدعم النادي من غير ما اتكلم. عرفنا ان هو الكابتن ابراهيم خليل نجم غزل المحله السابق. محمد شيحه شفت انا هجوم عليه الايام اللي فاتت، لكنه كان ليه دور اولا في توصيل وجهه نظر بابا فاسيليو للاداره وفي ان هو يحاول يهدي، بعد كده بقى يحاول ان هو خلاص الراجل قرر انه يمشي فقال له تمام انا ممكن يبقى ليا دور في ان انا اساعدك باي طريقه، لكن الراجل ده سعى لتهدئه الامر في داخل نادي غزل المحله على مستوى العلاقه. طبعا بكل تاكيد الاستاذ اسامه خليل رئيس شركه الكره في نادي غزل المحله، لانه زي ما بنتكلم على الاستثمار هو مش بس بيحاول يطور الفرقه لكن كمان بيحاول يطور الاستاد، بيحاول يطور الفندق او النزل بتاع اللاعبين. الوضع على مستوى الفريق مش افضل حاجه خالص على مستوى الامكانيات المتاحه، الفاسيليتيز يعني اللوجستيه، وبالتالي وجود تطوير في الاستاد، وجود تطوير في الفندق، وجود تطوير انا اسف في الحمامات، دي كلها اوضاعها صعبه جدا، وده دور شركه الكره مهم جدا ان هي تشتغل عليه وتحاول تحصل على الرعايه الماليه المناسبه. واخيرا مستر بابا فاسيليو النهارده المحله قالت صعب، وانا ما احبش ان ده يتقال، يعني قالوا صعب انه يبقى بيدرب اي فريق طبقا للوائح عشان كده رجع. انسوا بقى الخناقه دي، وهو رجع وهو انتوا موجودين التفوا حوالين بعض علشان شكل المحله الحلو ده حلو للكره المصريه ككل. في النهايه قال ايه بابا فاسيليو لما اتكلمنا معاه النهارده؟ هختم بحاجه لكن الاول اقول لكم التصريحات اللي قالها. قال عدت مره اخرى لفريقي، سعيد جدا لان ازمتي مع الفريق تم حلها وتم تعديل تعاقدي، وهي مطالب وصفها الكابتن صابر عيد بالعادله. ساقود فريقي امام الاهلي الاربعاء المقبل، مواجهه الاحمر صعبه. واكمل في تصريحاته للزميل احمد شاكر في برنامج الماتش، الاهلي سيواجه ندا قويا، غزل المحله فريق قوي على ملعبه، هدفنا الفوز على الاحمر واعتلاء قمه الدوري. مؤخرا استقبلت عروضا كثيره، لن اتحدث عن اسماء انديه او ارقام ومقابل مادي، لكني ابلغت اداره المحله انني اريد الاستمرار مع الفريق واني بحترم تعاقدي معهم على امل ان يتم حل مشاكلي والازمات التي تواجهني. اصب كامل تركيزي مع فريقي الان، اريد ان انهي الموسم كما بداته بشكل جيد ومميز. وانا بتكلم معاه النهارده مستر بابا فاسيليو قال لي حاجه اتمنى ان هي تنتهي، سمعتنا مع كلمه ان شاء الله، ودي كلمه يعني مذكوره في القران الكريم. انا بزعل جدا لما بلاقيها طالعه ترندات اجنبيه الاجانب اللي عايشين في مصر، بل بابا فاسيليو نفسه قالها لي النهارده، قال لي كل ما اسال حد يقول لي ان شاء الله، وبعديها راح قال لي الاهالي بالعربي، وانا قعدت شويه افهمها لغايه ما قال لي اتري يقصد ابقى قابلني، قالها ابقى قابلني، فانا قعدت اقول له يعني، فراح شرحها لي بعد كده لغايه ما فهمت ان هو يقصد ان شاء الله معناها ابقى قابلني، فهي اتشرحت له بالمصري
واضح انه اتقالت له كتير قوي ان شاء الله، فان شاء الله المصري للاسف معناها ابقى قابلني. فانا اتمنى ان كلمه ان شاء الله دي حاجه مجتمعيه ملهاش علاقه بالكوره، يعني ان شاء الله تبقى معناها ان شاء الله هعمل، مش ان شاء الله يعني ابقى قابلني، لان بشوفها في فيديوهات انستجرام كتير قوي، يعني لما المصري يقول لك ان شاء الله افهم ان مش هتحصل، فلا ان شاء الله معناها ان انا ناوي اعمل، لكن اي حاجه بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ف هو على فكره برضو مش عايز يبقى في تدخلات، لانه حقه كمدرب يبقى ليه مطالب على مستوى انا رؤيتي للفريق ايه، وبالتالي ما دام انت شفت نجاحا كاداره مهم انك تبقي هذا النجاح، لانه كله بينسب في الاخر للاداره ككل، وده دور اتمنى واتوقع ان الاداره شغاله عليه. في الزمالك سيد نيمار شارك في التدريبات الجماعيه النهارده، وظهر زيزو واكينيولا بشكل كويس قوي، سامسون شيكابالا في تدريبات خاصه، لا نتاكد هل سيشارك في مباراه الزمالك المقبله امام طلائع الجيش ولا لا، لكن عبد الشافي وانداي وصلاه التدريبات التاهيليه مش هيكونوا موجودين في اللقاء المقبل. ظهر الكابتن اسامه نبيه بشكل طبيعي في المران كما ذكرنا بالامس. في الوقت اللي المصري البورسعيدي هيثم العيوني فسخ تعاقده مع المصري. سالناه ليه يا كابتن هيثم هو لاعب مؤثر ومهم، فقال التصريحات التاليه لبرنامج الماتش. قال كل اللعيبه حصلوا على حقوقهم الا انا. بعد ما رجعت من اجازه الموسم اللي فات رحت بورسعيد، كان كل اللعيبه بيتمرنوا في القاهره، ما حدش جه ياخدني المعسكر، فضلت في البيت مش عارف ايه اللي بيحصل. استنيت شهرين ما خدتش مقدم التعاقد، ما خدتش حتى راتبي، عقدت جلسات مع الاداره لكنها جميعا لم تسفر عن اي شيء. علمت ان كل اللاعبين حصلوا بالفعل على حقوقهم الا انا، فتقدمت بشكوى للفيفا ضد المصري. اللاعب جه في يناير 22 وعقده لمده موسمين ونصف الموسم. اما على مستوى قرارات الرابطه فالاسماعيلي اتغرم 20,000 جنيه، الكابتن محمود صابر لاعب بيراميدز ايقاف 3 ماتشات بسبب تدخل عنيف محمود صابر لاعب البنك الاهلي 3 مباريات. لا نقصد مش صابر، اعتقد الجزار يا جماعه، محمود الجزار هو اللي تدخل، صح محمود صابر ولا انا اللي غلطان؟ محمود الجزار اعتقد هو اللي، محمد الجزار لاعب البنك الاهلي هو اللي اتطرد، هو اللي اتطرد. وكان تدخل عنيف قوي، انا سالت الجزار ليه تدخلت كده، قال لي والله شدت الملعب وما اقصدش ايذاء، وانا مصدقه، لكن هو كان لا لازم الواحد برضه يملك اعصابه يعني وقت المباريات اللي زي دي. ما حدث في مباراة الزمالك ضد المصري من جانب الجماهير وبعض التلفيات التي حدثت تحملها الفارس الأبيض، خاصة أنه صاحب المباراة وهو من الأساس دفع أموال التأمين قبل المباراة، ده على بسبب التلفيات اللي حصلت، وكويس أن الرابطة وضحت العقوبات ووضحت أسبابها وقالت العقوبة اللي عليها. لا عقوبات على جمهور الأبيض لأن التلفيات وقعت بسبب الحماس في التشجيع مش بسبب الشغب، وبرضو دي نقطة كويسة جداً. خليني أطلع معكم لفاصل بقى علشان إن شاء الله، وهي نية صادقة، بعد الفاصل الكابتن حسن مصطفى نجم الكرة المصرية هو ضيفنا، هنتكلم عن اللي حاصل في كأس العالم واللي احتمال يحصل في كأس العالم وعن الدوري المصري في الماتش، خليكم معنا. اهلا بكم مره تانية في الماتش. النهارده في كاس العالم انجلترا بتعدي من السنغال وفرنسا بتعدي من منتخب البولندي، علشان نبقى عندنا نهائي مبكر يوم السبت اللي جاي ما بين فرنسا وانجلترا، وعشان نتكلم عن ده وعن استعدادات مغربيه باذن الله لمواجهه اسبانيا وربما العبور ان شاء الله، بنتكلم مع نجم كبير من نجوم الكره المصريه كلاعب وكمدرب وكمحلل، نجم فعلا كبير، الكابتن حسن مصطفى. منور الدنيا يا كابتن حسن. ربنا يخليك يا رب، انا مبسوط ان انا معاك النهارده والله. انا كمان والله، دايما بتنور الدنيا. الله يخليك يا كابتن هاني. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. مستمتع بكاس العالم؟ طبعا يعني الواحد مستمتع وبيتفرج في ماتشات بتفوتني طبعا. بس بحاول اتفرج على المنتخبات الكبيره عشان اتعلم منهم حاجات، وبتابع منتخب المغرب بالذات يعني، لان المدرب الرجراكي بيعمل شغل كويس قوي قوي. عاجبني قوي قوي شغله، عاجبني. دايما انا بقعد افكر كده مع نفسي، طب هو هو بيعمل يعني الاداء اللي بيعمله دوت ليه، او ازاي، او المدرب بيوصل للدرجه دي ايه؟ طب اشرحها لي. اول حاجه طبعا عنده لعيبه محترفه كتير جدا. تمام. يعني لو تيجي تبص ثلاث لعيبه بس هم اللي من الدوري الدوري المغربي، وكل اللعيبه محترفه. تمام. كلهم محترفين في انديه كبيره جدا. فانت بتوفر
مجهود جامد جدا او يعني مثلا عايز توصل للعيب رساله او عايز توقف لعيب او عايز تعمل اي حاجه، فاللعيب طول ما هو بيلعب ليفل عالي بيعمل لك احسن حاجه. فاللعيبه المغاربه كلها ليفل عالي، كلهم في الدوري الاسباني، في الدوري الانجليزي، في الايطالي، في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان. فانت عندك والحارس تقريبا بيلعب في اشبيليه في اسبانيا، بونو بالظبط. فانت كل دولت في ليفل عالي، مش ليفل، مش معلش انا اسف يعني، مش محمد صلاح بيلعب في ليفربول ولا ايه تريزيجيه في الدوري التركي، مفهوم، الدوري الفرنسي مصطفى، اتنين في الدوري السعودي، ما هم دولت المحترفين يعني اللعيبه اللي عندنا. بيأثر ده طبعا. ايه التأثير اللي بيحصل؟ يعني لو عايزين نبسطها للناس كمدرب، انت بتشوف الفروقات ما بين لعيب بيلعب في دوري محلي او دوري عالمي، دوري عالمي ليفل اي او دوري عالمي ليفل بي، بيأثر في ايه؟ كابتن هاني اللي انا عايز اقول لك، زيزو طلع في 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 في, في التلفزيون وقال لك فييرا بيعلمنا ازاي نقف. فيريرا بالظبط، بيعلمنا ازاي نقف، ازاي نطلع مع الهجمه، ازاي نقرب المساحات. فانت بيجي واحد يعني بيجي بعد ما بتلعب يا زيزو بقالك فتره مع منتخب جاي مثلا تقول ان المدرب بيجي يعلمك كذا، تخيل بقى انت بقى في ناس بتلعب في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الفرنسي، فكل دوت هم بيتعلموه، بيبقى عنده حفظ، بيبقى حافظ. انا كمدير فني مثلا هبقى مثلا معايا لعيبه من الدوري مثلا في الاهلي، هتلاقي مثلا هتبقى مثلا توصل الرساله هتوصل بسرعه، لما تنزل اقل هتلاقي الرساله بتوصل اقل، لما تنزل تحت هتلاقي الرساله بتوصل اقل واقل. القدره على الاستيعاب والتنفيذ بتختلف من ليفل لليفل تاني. بالظبط كده. فانت لما يكون منتخب زي منتخب المغرب عنده لعيبه زي ديت، فانت بتبقى كمدرب محظوظ. انا بقول ان هو محظوظ جدا ان ربنا كرمه، ان اللعيبه دي كلها عنده لعيبه كتير قوي محترفه، عنده لعيبه تقدر تنفذ له اللي هو عايزه، وعنده في الناحيه الخططيه يعني هو بيلعب 4-1 4-1. ايوه. في الماتش لما بيجيب جول والتاني وعايز يقفل بيلعب 5-4-1. مظبوط. بيجي يقفل الملعب واطلع يعني، انا دخل حتى في اخر ماتش لما دخل فيه في اخر دايما بيغير الموضوع، بيطلع حكيمي ويطلع بيطلع انتلت وبوفال وينزل يميق، جواد اليميق يلعب جنب الاثنين المساكين. بالظبط كده. فبيروح مقفل الخمسه ويروح لعب 4-1 بس. مظبوط. فهو دلوقتي يعني بيلعب باللي بيكسب بيه. ايوه. هو الواضح انه كمان مسيطر على غرفة الملابس، يعني العلاقة الودية واضحة جدا ما بينه. دي نقطة مهمة جدا لأي مدرب كابتن حسن. طبعا. قط اللبس ديت لازم تسيطر عليها، وحب اللعيبة ليك. لو اللعيبة يعني انت بكل ماتش بيطلع نجوم الفرقة، بيطلع واحد مدافع باك رايت حكيمي كل ماتش. لو تاخد بالك كل ماتش بيطلع اخر ربع ساعة الراجل بيبقى مبسوط، ويطلع بعد الماتش يحضنوا بعض وكده. فديت ان انت تقدر تسيطر على اوضه اللبس، دي حاجه مهمه جدا. هو يعني ازاي بتسيطر؟ يعني انا بسالك كمدرب دلوقتي، يعني كلمه بتسيطر دي بنسمعها طول الوقت، انت كمدرب ازاي بتسيطر على غرفه اللبس؟ هي واحد اكيد ان انت بتحب اللعيبه بتحبك، اتنين بتقدر اللعيبه تقتنع بيك لما تيجي تديهم معلومه بيقتنعوا بيك، ان انت مثلا يعني اي مشكله اي مشكله ما بين اللعيبه بتقدر تحلها، تقرب وجهات النظر ما بين اللعيبه كلها. بس في اختلاف طبعا ما بين اوضه اللبس بتاعت مصر، لان انت عارف اوضه اللبس في مصر ديت ممكن ايه، في لعيبه تعمل مؤامرات على المدرب، في لعيبه بتبقى ما بتلعبش، ودي حاجه وحشه. يعني انا شايف ان في مصر مختلفه. في مصر ممكن لعيب ما بيلعبش يبقى عايز يبوظ الفرقه، يخلي الفرقه كلها تنهار عشان المدير الفني يمشي ويجي مدير فني غيره. يعني انا واجهت انتوا مشكله مع اوضه اللبس في سموحه. بالظبط. خدتوا قرار حتى باستبعاد اكتر من لعيب، كانوا لعيبه كمان اسماء، باسم مرسي، ابو جبل، رجب نبيل باين، ولا كان مين تاني؟ يعني هو كان محمد حمدي. حمدي زكي. حمدي زكي ومش يعني مش باسم مرسي، ابو جبل. بالظبط. بس ابو جبل جه يعني اتاسف وجه قال انا الفتره الجايه هكون عند حسن ظنكم، لان كان تركيزه كان قليل. وبعد كده لما جه يتكلم مع كابتن حسام وجه يتكلم مع الجهاز وكده، فحسينا بيه ان هو لا عايز يرجع ويأدي اداء كويس. وخلي بالك ابو جبل ده
بأمانة يعني من أحسن الشخصيات اللي تقابلها، من أرجل اللعيبة اللي تقابلها في حياتك. ولد مخلص بيحب شغله جدا، بيحب يبقى في احسن مكانه. احنا بعد ما حصلت كده واستبعدناه ورجعناه تاني، رجع نادي الزمالك. مظبوط صح، يعني رجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك خده لان بامانه يعتبر بعد ربنا والجهاز الفني ابو جبل من كان قاعد نادي سموحه. يعني ده حاجه صح، عمر ما الواحد ينساها يعني بامانه. صح يعني مظبوط. كانت ايه المؤامره اللي ممكن تكون كانت بتحصل؟ كانت اللعيبه مثلا بتتكلم ان الجهاز مثلا بيعنفنا، ان الجهاز شدد علينا، وهم بقالهم 9 ماتشات بيخسروا. تخيل يعني انت بقالك 9 ماتشات بتخسر ومش عايز تتعنف، مش عايز انت عايز ايه؟ بس فكره التعنيف دي برضو ليها اساليب، ولا هي ولا اصل مش اي حد ممكن يتقبل فكره التعنيف اللي هو يوصل لمرحله. هو خلي بالك يا كابتن هاني، المشكله ان اللعيب المصري عايز يتدلع. يعني معلش، يعني زي لعيبه بيراميدز عايز يتدلع، عايز تاخد فلوس ويلعب ماتش وكده. انت نادي بيراميدز السنه اللي فاتت لازم ياخد الدوري. يعني انت لازم لما تيجي تفكر كده، النادي الاهلي كان كويس وفنش وحش، نادي الزمالك في بدايه الموسم وحش وفنش كويس. طب مين اللي كان مستوى ثابت؟ بيراميدز. مظبوط. ومين اللي كان عنده كمان قايمه تسمح له انه يغير بالظبط ويعمل روتيشن من غير مشاكل في من وقت اي حاجه بل بيخسر ماتشات مع فرق اقل منه، بيتعادل مع ماتشات، عمال يضيع نقط، عمال يضيع نقط. فهي دي النقطه. انت فاهم؟ فالواحد لازم يفكر نادي زي بيراميدز ده لازم يكون في مكان احسن. مزبوط. من كده. طيب بمناسبه العلاقه الجيده ما بين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ونجوم فريق المغرب، واللي اكيد ليها تاثير على مستوى شكل المنتخب، فراس الافوكادو، ايه قصه راس الافوكادو دي؟ راس الافوكادو دي هي راس وليد الركراكي. بعد كل مباراه فيها انتصار، فيها تقدم خطوه نحو الامام، بيتجمع لعيبه منتخب المغرب حوالين المدير الفني السابق للوداد، يقعدوا يخبطوا على راسه على قرعته او صلعته. ده بيفكرنا بلقطه كاس العالم 98، كان فابيان بارتيز مسك، فاكر البوسه بتاعت صلعته دي؟ كان هو ولوران بلان كان بيروح يبوسوا قبل كل ماتش، هم بعد كل ماتش بيروحوا يخبطوا على راسه لدرجه ان هو بيقول لهم يلا كفايه بقى نتكلم جد شويه، روح يقعد يتكلم جد شويه، خلص كلام تلاقي كله عمال يخبط على راسه. اتسال النهارده في من جانب الفيفا على القصه دي، قال لهم ده اسمي راس الافوكادو، انا راسي فيها مساحه كبيره عشان الناس تخبط، فبيخبطوا، ودي اشاره بنتفائل بيها برضو، فقصه من القصص الحلوه. طب بمناسبه المباراه اللي جايه ما بين المغرب واسبانيا، الزلزولي وزكريا بخلال احد اللاعبين اللي دايما بيشاركوا كبدلاء في المباريات وليهم دور مؤثر جدا في نص ملعب منتخب المغرب، نسمع قالوا ايه عن مباراه اسبانيا ونكمل مع الكابتن. يعني في حاله تفاؤل، سواء زكريا بوخلال بيلعب في تولوز الفرنسي، كان على فكره بيلعب في منتخبات صغيره في هولندا، منتخب هولندا، وكمان بنتكلم على زلزولي عايش طول حياته في اسبانيا طبعا. لكن ماتش اسبانيا ده شايفه ازاي يا كابتن حسن؟ ازاي منتخب المغرب يعدي منه زي ما عدى بلجيكا بانتصار واداء متكافئ قدام كرواتيا؟ هو هيبقى ماتش بالنسبه لهم صعبه جدا، لان منتخب اسبانيا عنده المهاره وقدره وعنده بيلعب كوره كويسه جدا. بس هو الماتش الاخراني كان حظه وحش قوي، لان انت عارف اليابانيين اسرع. يعني هم اسرع منهم، كانوا هو ده المشكله في النقطه ديت. بس انا بقول منتخب اسبانيا من اجمد من احسن المنتخبات اللي انا شايفها، واعمارهم كويسه جدا، اعمار صغيره كلها، منتخب المغرب هيعاني من المهاره، هيعاني من السرعه، هيعاني من الباصات الكتيره، لان منتخب المغرب برضو اللي يميزه الضغط بتاعه. يعني انا بشوف ان منتخب المغرب بيضغط ضغط كويس قوي، وبيضغط اوقات ضغط عالي واوقات من نص الملعب. فبس المهاره هي اللي هتفرق في الماتش ده، المهاره الفرديه هي اللي هتفرق. انا بقول في نقطه منتخب المغرب لو لعب عليها، لو فضل مقفل في نص الملعب ويلعب الكونتر اتاك، انت عندك الاربعه في منتخب اسبانيا كبار بالظبط كده، وعندهم بطء شويه في السرعات. مظبوط. يعني وفي المهاره اللي طبعا حكيم اللي هو هيلعب ناحيه اليمين وكده، بقاله كام ماتش مع منتخب المغرب بيعمل مباريات عاليه جدا. صح. وكان في مباراه كان واخد رجل المباراه وكده بلجيكا بالظبط كده.
فانا بتمنى طبعا منتخب المغرب يكسب المباراه دي ويؤدي اداء كويس زي ما هو مؤدي الثلاث الماتشات اللي فاتت. عامل مباريات كويسه جدا. سبع نقط دي مش سهله برضه. طبعا طبعا يعني انا بقول انت قلت لي ان دي تاني مره ياخدوا يوصلوا سبع متصدرين والواحد تاني مره يوصلوا متصدرين اول منتخب عربي يوصل سبع نقاط. سبع نقاط يعني دي حاجه كبيره جدا برضه يا كابتن. لازم تعرف كابتن هاني اللي انا شايف المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه عاملين اداء كويس قوي. بدايتها يعني عايز برضه اجيب سيره منتخب مصر يعني بدايتها منتخب مصر مع بلجيكا ان انت تكسب منتخب زي بلجيكا دي حاجه كويسه جدا. حاسس ان هي ممكن ادت ثقه لكل المنتخبات ايه ده منتخب مصر كسب منتخب بلجيكا فالناس كلها بقى عندها ثقه ان هي ممكن تعمل حاجه يعني منتخب تونس يعمل الاداء دوت ويكسب اخر ماتش ليه قدام فرنسا حاجه كبيره طبعا. منتخب الكاميرون عمل مباراه يعني مش يعني انا برضو كان ممكن اقل منتخب بس في الاخر كسب منتخب البرازيل. فانت المنتخبات لما تيجي تلعب منتخب مثلا تونس والمغرب والسنغال ومصر وكده والمنتخبات دي وتيجي تلعب فرق منتخبات اكبر وتكسب دي حاجه كويسه دفعه كبيره قوي لازم تبني عليها. طبعا طبعا النهارده السنغال كان الافريقي الثاني اللي موجود معانا في دور ال 16 مع المغرب بس كان انتصار سهل لمنتخب انجلترا ممكن وصفه بالسهل الانتصار مش كده؟ هو اكيد يعني الواحد اتفرج عليه النهارده منتخب انجلترا هاني صعب الناس اللي قدام جامدين نص الملعب قوي جدا اضعف حاجه عنده خط دفاعي الاثنين اللي في القلب يعني بس منتخب قوي جدا لعيبه مهاريه الناس اللي قاعده على الدكه اساسا لعيبه تعمل فارق مع اي منتخب تاني صح. فانت يعني لا صراحه منتخب انجلترا انا شايف لولا اللي هو هيصطدم الماتش بفرنسا كان ممكن يوصل نهائي. ايه ده معنى كده ان انت بترجح كفه فرنسا على انجلترا الماتش اللي جاي؟ لا هي دي صعبه صراحه لان منتخب فرنسا منتخب قوي في كل الخطوط بتاعته قويه كل الخطوط بتاعته كويسه جدا مع ان الناس اللي لعبت الماتش قدام تونس الناس البديله ادوا اداء وحش جدا انا كنت مستغرب ازاي ان انت تادي اداء زي دوت وانت عندك مباراه انت في كاس العالم بس انت ضامن الصداره بنسبه كبيره واللعيبه بتلعب في مراكز مش مراكزها انت بتدي دقايق يعني بتسخن لعيبك اكيد بس في الاخر انت منتخب فرنسا يعني في الاخر في فرق ما بينك وما بين منتخب تونس كبير لازم تبين الفارق دوت لازم تعمل على الاقل تاخد من الحاجات برضو الواحد شافها في ان مفيش ولا منتخب خد 9 بونت ولا منتخب ما حصلتش فهرجع اقول يعني انت فاهم فلازم تعمل الفارق لعيبه فرنسا لعيبه جامده جدا لعيبه على مستوى عالي فكانت لازم اللعيبه البودله كلها لازم تادي اداء حتى لو انت بتلعب تونس معلش يعني هو ما بيقابلش انجلترا ولا بيقابل حد لا بيقابل منتخب تونس يعني مع احترامي ليه يعني منتخب كويس وكل حاجه بس بالاخر بتقابل تونس مش عاجبك قوي منتخب تونس شكلك لا صراحه يعني ليه؟ منتخب تونس كان عنده مشاكل باينه قوي في خط الظهر ونص الملعب بحس ما حسيتش وبعدين الفتنس بتاعه ما كانش كويس بيجي في الشوط الثاني دايما بيقعوا بدنيا ما عدا الماتش الاخراني ما عدا ماتش فرنسا لان دايما يعني انت بتلعب منتخب فرنسا فكل واحد بيدي 1000% عشان يثبت نفسه عشان ايه مثلا سعره يزيد يروح يحترف في مكان تاني فانت دايما لما اي فريق اي منتخب صغير بيلاعب منتخب كبير بيعمل اقصى حاجه يعني انت فاهمني فانا لا منتخب تونس ما كانش عاجبني واداؤه ما كانش عاجبني في طول الفتره فاتت. طيب بالعوده لمباراه انجلترا مع فرنسا انت بتتكلم في منتخب فرنسي استقبل هدف في كل مباراه لكن بالزبط. كسب 3 من 4 اتغلب كسب 4-1 على استراليا كسب الدنمارك 2-1 خسر من تونس 1-0 النهارده كسب منتخب بولندا 3-1 هدف استقبله في الدقيقه الاخيره لكن منتخب انجلترا 3 ماتشات متتاليه ما استقبلش ولا جول ايه اللي مش عاجبك في خط دفاع منتخب انجلترا يعني عارف او خلي بالك هم بيلعبوا يعني في مساحه واحده من الحاجات الكويسه القرارات بتاعتهم في سيرد باك اللي هو بيلعب في مانشستر مانشستر هاري ماجواير ده بطيء الفتره ديت هو في احسن حالاته يعني خلينا نتكلم ان هو دلوقتي في احسن حالاته بيطلع بيعمل كل حاجه كويسه الفتره اللي فاتت كان وحش جدا بطيء بيعمل ميز باص كتير
فهو دلوقتي انا عشان بيلعبوا كبلوك واحد وبيطلعوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، فهو ممكن العيوب بتاعتهم مش باينه. لما تلعب بقى فرقه خط هجومها زي فرنسا بالظبط كده، عنده سرعات ومهاره وقوه، فلا هتلاقي الموضوع هيختلف. يعني في مواجهات تستناها قوي، كايل ووكر قدام مبابي، مبابي مسجل 5 تجوال في المجموعة 9 في نسختين، ده هيبقى هداف تاريخي لكاس العالم ده قريب. لا هو صراحة أنا شايف إن الفترة الجاية إن هو هيعمل حاجة جامدة جدا، مع إني كان عنده مشكلة في أول الموسم مع باريس سان جيرمان ان كان نيمار وميسي كانوا طبعا حاطين عليه جامد. انت عارف الحته ديت كانوا حاطين، لان هو برضه خد عقد عالي وكان عايز يبقى هو النجم الاوحد مع نجم كبير زي ميسي ونيمار، دولت لا يقلوا يعني احسن منه. انا اسف يعني أحسن طبعا منه. طبعا احسن منه ليه؟ لو عملت مقارنه بين الثلاثه ليه تفضلهم عن مبابي؟ لا هو مش هفضلهم، هو مبابي جامد يعني. تمام، بس على مستوى المقارنه بتحطه في ترتيب ثالث بعدهم. لا ميسي بلاش نقارنه بحد يعني، خليه كده في لوحده عشان ما تزعلنيش منه. ايوه كده يعني ميسي خليه على كام. خلينا في نيمار وامبابي. نيمار ممكن امبابي يتفوق عليه دلوقتي لان هو ايجابي، بيجيب جوال، اسرع، اقوى. نيمار امهر، بيحب الاستعراض اكتر، بيحب يعمل اهداف احسن ما بيجيب يعني. يصنع احسن ما بيجيب. بحس ان هو ضعيف، عنده اصابات كتيره، فلا امبابي مركز. حاسس ان هو عايز يعمل حاجه كل مره بشوف. لما بيروحوا للكره الذهبيه وكده بحس بالغيره، بيبقى قاعد هيموت عايز ياخد الكره الذهبيه، عايز لما يبقى موجود المره السنه اللي بعدها يبقى هو اللي طالع على المنصه ديت. فانا حاسس يعني لا امبابي شايف ان هو هيعدي نيمار. بس 15 هدف 12 اسيست لنيمار الموسم ده مع باريس سان جيرمان، ارقام برضو مرعبه. ليه برضه 27 ليه جول مساهم فيهم في 20 ماتش ليه؟ علشان هو غار من غار كان غيرانين منه يعني، غيرانين ان هو خد اعلى اجر. مظبوط. كل الناس بتتكلم عنه، فدي غيره، دي غيره حلوه في الكوره يعني. مفهوم. في الاخر انا اللي بستفاد، انا كنادي باريس سان جيرمان انا اللي بستفاد. 2 من الثلاثي ده عدى بالفعل لربع النهائي، ميسي امبارح مع الارجنتين، النهارده مبابي مع فرنسا، بكره نيمار مع البرازيل، هيرجع يلعب مره تانية بعد ما لعب اول ماتش بس غاب عن الماتشين التانيين، هيلعب ضد كوريا. هل في مفاجآت وارده؟ لا لا صعب، فريق منتخب البرازيل منتخب قوي جدا وفرديا وجمعيا عالي قوي، وتحس ان ما فيش نجم اوحد، لا الفريق هو النجم. حتى المدير الفني انفعالاته حلوه، وتحس كده ان هو في المحاضرات بتاعته جابوا له محاضره بيحفز اللعيبه كويس جدا. ولا منتخب جامد صراحه، منتخب جامد جامد جدا. يعني انا بتوقع ان البرازيل توصل نهائي. توصل نهائي. وهتلعب الناحيه الثانيه فرنسا؟ تلعب فرنسا. فرنسا لا انجلترا. ايه؟ لا انجلترا، يا اما فرنسا يا اما انجلترا، يعني اللي هيعدي من فرنسا وانجلترا هنلاقيه في النهائي. في النهائي بالظبط كده. انا بالزبط. متوقع من قبل البطوله فرنسا والبرازيل نهائي. فرنسا والبرازيل؟ يعني كان انا برضو بتوقعاتي كده برضو. انجلترا برضو مش منافس سهل. لا هو السنه دي حاسس ان منتخب انجلترا الفترات اللي فاتت ممكن يكون اتعلم من دروس كتير، لان هو حظه وحش. انت خلي بالك منتخب انجلترا دايما بيطلع بضربات الجزاء في كاس العالم كله. ما طلعش خسران في ماتش من الماتشات في كاس العالم. ممكن تخون الذاكره يعني النسخه دي. لا عموما مين؟ عموما منتخب انجلترا طول ما هو في كاس اي كاس عالم بيطلع بضربات الجزاء. يعني بيخسر اي. لا لا ده انا فاكر نسخه 2010 دي لما اتغلبوا من المانيا. ما هي دي يعني، هي دي النسخه 10 ولا 14 كان هي في 10 ممكن في تكون دي 4 شالوها. بس بيكم لما ضيعهم في في ضربات الجزاء في يعني دايما حظه بيبقى وحش. انا شايف ان هم ممكن يكونوا اتعلموا من الدروس ديت. أيوة. وبداوا يدافعوا كويس قوي وبيهاجموا كويس يعني لا منتخب شرس جدا، ومنتخب عنده لعيبه كتير وعنده حلول كتيره لا انا بتمنى صراحه ان انا اشوفه في النهائي انجلترا. بس المشكله ان هيبقى على منتخب فرنسا. حيره برضه عادي طبيعي ان في منتخبات زي ما هتفرح اخرى قويه هتزعل، زي ما منتخب هولندا هيزعل هو او الارجنتين لما يلتقيان في مباراه الجمعه المقبله. مواجهه ما بين سكالوني وفان خال، ايه رايك في المواجهه دي؟ ميسي
اخر كاس عالم بيلعبه، امبارح لعب ماتشو الالف سجل جول من ضمن الهدفين قدام استراليا، قدام فرقه زادت وعرفت تحكم السيطره على منتخب امريكا في ماتش امبارح. بالظبط زي ما انت قلت بالظبط، بس منتخب الارجنتين يعني ادى اداء وحش في الشوط الاولاني، ما كانش كويس لولا حلول ميسي، هي برضه هو اللي عامل الفارق، زي يعني دايما كريستيانو وميسي بيعملوا فارق مع المنتخب بتاعهم، فميسي لا عامل الفارق، وانا حاسس باللعيبه، عارف انت لما اللعيبه بتحب ميسي عايزه تديله كل كوره. طب انا هقول لك على حاجه، كنت بتفرج انا ومصطفى على ماتش للارجنتين. مين مصطفى؟ ابني مصطفى. ابنك ربنا مصطفى يخليه. ربنا يخليه. فبنتفرج على الماتش فقلت له بص يا مصطفى، بص ميسي شايف الحته ديت، عملت له مربع كده قلت له مش هيتحرك منها بقاله خمس دقايق ما بيتحركش بس بص اول ما هيستلم الكوره هيعمل ايه. تمام. اول ما استلم الكوره راح معدي عمل 1 2 راح راح شايط جت في العارضه راح شايط راح طلع بره. قلت له بص هو ما بيتحركش، قال لي بالظبط يا بابا ده ما بيتحركش خالص خالص، تحس ان هو بس بيسكاوت كده المشهد بيشوف ايه اللي بيحصل حواليه، رهيب واقف في حته كاشف الملعب عارف هيعمل ايه لما الكره تجيله. لا ووريته نقطه ثانيه قلت له زي ما انت قلت دلوقتي، بص يا مصطفى رقبته بتعمل ازاي، بص بيحرك رقبته، فقال لي اسمها سكاننج. بالظبط. فراح مصطفى قال لي بابا ده بص عمال يبص على الناس، قلت له بس بص او هيستلم دلوقتي، راح استلم عمل طق 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 لقيته في ال 18. مين اكتر لعيب بيعجبك في السكاننج ده في مصر هنا؟ يعني بتحس ان هو بيبقى قاري الملعب من قبل ما الكره تجيله وعارف هيعمل ايه لانه كاشف وشايف وباصص على كل اماكن الملعب قبل ما الكره تجيله. ممكن قفشه، ممكن زيزو، ممكن امام، السوليه، مين تاني؟ حمدي فتح، ديانج. ديانج بيعجبك في رؤيته للملعب؟ طبعا. لا لا ديانج لعيب قوي. بيلعب سته بس لا لا لعيب فظيع. فظيع. قوي. يعني بتمنى كنت بتمنى يكون في لعيب في منتخب مصر يكون زيه موجود. عندنا لعيبه سته كويسه. يعني زي طارق حامد، زي حامد فتحي، بس مش بنفس القوه. كان نفسك يكون في لعيب مصري بامكانيات اليو ديانج. بالظبط كده. يعني كان مع المنتخب يفرق. يفرق جدا. يفرق معاك قوي لاني بيقدر يمشي بالكرة مسافة ويجري بيها مسافة طويلة من غير تعب ويرجع تاني يدافع كويس. إمكانياتك وإمكانياته كانت ينفع تخليكم تلعبوا جنب بعض أنت وديانج؟ يعني نلعب مع بعض لأن في أوقات أنا بهاجم وهو ساعات بيقف، هو ممكن يهاجم وأنا أقف. لا كنا نلعب مع بعض، كنا ثنائي كويس، بس الثنائي بتاعي كان شوقي وحسام عاشور برضه تقيل. طبعا تقيل. بمناسبة حسام عاشور كان في كلام اتقال إنه ممكن يروح نادي المجد برفقة الكابتن إبراهيم سعيد، لكن كلاعب سألنا كابتن حسام عاشور قال لنا ولا في أي كلام من كده، اسمي بيستخدم كل وقت والتاني في شائعات ولكن لم يحدث تواصل، لا اعرف اساسا نادي المجد، هو ما قصدش بيه تقليل من النادي لكن هو ما كانش يعرف ان في نادي اسمه المجد، وقال ان ده ما حصلش ولا اساسا هيحصل انه يتواجد. كنت انا سالت قبلها كابتن ابراهيم سعيد فقال لي انه طبعا مش هيضم لاعب بناء على اسمه لكن بيحترم جدا اسم كابتن حسام عاشور، انما هو لسه ما اتكلمش رغم حاجته لبعض اللاعبين في شهر يناير المقبل. المجد ترتيبه تقريبا السادس على مستوى دور المجموعات في طبعا الممتاز به، وبالتالي هو مش بعيد قوي، فرق خمس او ست نقاط فقط عن الصدارة في الممتاز به. ايه رأيك في كابتن ابراهيم سعيد بيرجع للتدريب مرة تانية؟ حاجة كويسة. يعني انا شايف ان هو على فكرة ابراهيم كشخص يعني طيب جدا، انا عشرته اصلي. لا انا لعبت معايا يعني طبعا. جيل يعني انا هو جيل واحد يعني. هو بني ادم طيب جدا، نضيف، يعني مش عارف اقول كلمه مش هينفع اقولها، غلبان قوي بجد والله. طيب قوي، هو ساعات بيتهور كده ويعمل حاجات بس لا لما تيجي تتكلم معاه لا طيب قوي قوي قوي. وانا فرحان له ان هو رجع تاني للتدريب، ومع انه بعد فتره طويله قوي اشتغل في جولدي او جولدي وبعدها تحليل ماتشات تحليل بالظبط ماتشات وكده. اسمك اتطرح اكتر من مره الفتره اللي فاتت، قريته في ان اسوان، قريت المجد نفسه من كام يوم، هل ده كان موجود؟ الحمد لله. يعني انا كان في انديه كتير زي اسوان، كان اسمي من الاسامي اللي كانت مطروحه وكده، وفي انديه كتير يعني كانت الحمد لله اسمي مطروح مع، بس لسه انا بقول لسه النصيب ما جاش يعني، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني ويكتب لي الخير في المكان اللي ربنا يكتبه لي ان شاء الله. اللي ربنا بيكتبه دايما بيكون خير. بالظبط. باذن الله بالزبط. سبحانه وتعالى. نرجع لماتش هولندا والارجنتين، انا شايفها هولندا، انا شايف ان خناقه نص الملعب دي مع الطرفين يكسبها هولندا
على حساب الارجنتين. طبعا هولندا ما عندهمش ميسي. بالظبط. ميسي يصنع فارق طبعا. بالظبط. لكن انا اشوف الجماعيه تكسب هولندا الماتش ده. ايه رايك؟ لا انا منتخب الارجنتين، لان منتخب الارجنتين بيعمل حاجه، بيدافع كويس قوي. عنده نص ملعب قوي جدا. بيخلوا حتى ميسي يعني انت الماتش اللي فات يعني انا المدرب عجبني في ايه؟ في ماتشات كان بيلعب بثلاثه ورا. بيلعب خمسه يعني خمسه وثلاثه في النص، وميسي كان بيلعب ساعات اللي هو الفيرود اللي هو مش يروح فيرود ويرجع. وبعد كده بدا يطور نفسه، بدا يلعب باربعه، وبعد كده ميسي مش فيرود. فانا شايف ان في تغيير في في في, في طريقه الارجنتين. فهي دي حاجه كويسه، بس في الاخر ايه؟ كلها لصالح ميسي. يعني انا شايف ان المدير الفني بيعمل كل حاجه عشان ميسي يبقى هو فاضي يعمل له الاداء ده. وشايف لا الالتحامات بتاعتهم قويه جدا، بتفرق جامد جدا في الكوره يا كابتن هاني. التحاماتك والكوره الثانيه، الكور المشتركه، الكور الثابته، كل دوت الارجنتين بيعملوا كويس جدا. ومنتخب هولندا انا اتفرجت عليه اول ماتش ما عجبنيش صراحه، فما اتفرجتش عليه تاني. فما اعرفش الماتش الاخراني هولندا اه ما عجبكش فما اتفرجتش عليهم. ما اتفرجش عليهم يعني. لو شفتهم ماتش امبارح امريكا طبعا في فرق. لا لا لا، امريكا منتخب امريكا عنده سرعات رهيبه، سرعه متعبه. ده انا بقول الفرقه دي في 2026 على ملعبهم هيبقوا قوه لا يستهان بيها في كاس العالم اللي بالظبط. وهرجع نقول برضو بسبب الاحتراف، بسبب ان هو عنده لعيبه كتيره محترفه في اوروبا تحديدا، عنده لعيبه بالظبط. انا بتمنى بجد يعني ان في ناس كتير قوي عايشه بره مصر، في ناس كتير قوي احترفت، فياريت الناس المسؤوله عن المنتخبات تبص على اللعيبه ديت وتشوفها وتقيمها كويس. مش 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 كل واحد يكون مثلا عايش بره ولا معناها انه ينفع يلعب، ينفع يلعب. بس لازم تشوف بره، لازم تشوفه كويس وتتابعه كويس وتقيمه كويس وتيجي لان ده يفرق معاك في المنتخب الكبير. معدل اعمار منتخب الولايات المتحده الامريكيه 25.2 سنه، وده معدل اعمار برضو مش كبير يعني صغير، فبالتالي منتخب شاب طبعا ممكن ان هو يلعب في المواسم المقبله. امبارح فان خال بعد المباراه والفوز على امريكا كان شفنا له فيديو وهو بيحتفل مع اللعيبه وماشي بيرقص كده على المزيكا الحلوه، لانه حاله فرحه منطقيه بالنظر، لانه مش بس فوز بل كان مصحوبا باداء جيد للطواحين الهولنديه قبل مواجهه الارجنتين. تعالوا نشوف. راجل رايق برضو لويس فان خال، ده اكبر مدرب في بطوله كاس العالم في النسخه الحاليه، ومستمتع وبيرقص على اغنيه واكا واكا. مش اغنيه المونديال الحالي لكن اكيد ذكرى حلوه، اغنيه من اغاني المشاهير يعني. طبعا في المونديال هو اهم حاجه المدير الفني، ما هي دي الرساله اللي بيوصلها اي مدير فني او بيخلي زي اوضه اللبس. ان لما يكون المدير الفني كويس ومقتنعين بيه وقريب منهم. على فكره هو من ساعه ما مسك ما خسرش ولا ماتش. مظبوط 19 ماتش بالظبط، يعني 14 فوز وخمسه تعادلات. فدي حاجه يعني دي حاجه كويسه جدا. انت بقالك فتره مع المنتخب، وقبل ما يمشي ويروح يمشي من المنتخب ورجع لهم تاني كان برضو بيكسبوا الماتشات كلها، وكانوا بينافسوا في كاس العالم اللي فات برضو. فهو لا مدير فني كويس قوي. مدير فني على مستوى عالي، مع اني ما كانش موفق في مانشستر يونايتد، كان مش موفق وكانت الامور كلها صعبه، بس هو الواضح في العيب في مانشستر يونايتد. يعني انت فاهم العيب في هناك، لان هو الراجل لسه بالظبط اريك تن هاج واضح انه على الطريق الصح. بالظبط، يعني هو مدير فني محترم وقراراته كويسه، ان ياخد القرار ان هو ما يلعبش كريستيانو، مع ان انا شايف ان هو كان لازم يلعب. يبقى من الناس اللي يعني من المشروع اللي انت بتعمله يبقى عندك قائد زي دوت يبقى موجود في الملعب. يعني نسخه 2014 التقى في نصف نهائيها الارجنتين مع هولندا، وكان ماسك هولندا وقتها لويس فان خال، وكسب منتخب الارجنتين 4-2 قبل ما يروح يلعب المانيا في الفاينل ويخسر بهدف ماريو جوتسا امام منتخب المانيا. 4-2 ده طبعا كان ضربات ترجيح بعد التعادل في المباراه، وخدوا في الاخر المركز الثالث هولندا من البرازيل اللي احتمال يلعبوها اذا عدوا من منتخب الارجنتين. ثلاث اسئله سريعه جدا عن الدوري المصري، لكن قبلها اسالك في كاس العالم سؤال، يبقى كده اربع اسئله باقيين فهنجري بسرعه جدا. رقم واحد، استطلاع راي اتعمل في احدى وسائل الاعلام البرتغاليه، 70% من الجمهور البرتغالي قال لك ما تبداش بكريستيانو ماتش سويسرا، تتفق ولا ده اي كلام؟ لا لا طبعا ما اتفقش معاهم، لاني
طول ما كريستيانو في الملعب بياخد نظر 3 4 لعيبه في الملعب. انت الماتش الاخراني اللي هو كسبوه الكره ما لمستش يعني خلينا نتكلم، بس لو هو طلع في الكره ديت الجون كان هيلعب على قرار واحد. تمام. فهو بيخلق، يعني انا شايف ان هو بيخلق فرص كتيره جدا. تمام. بيجري كتير، بيحفز اللعيبه. لا انا شايف ان هو لازم يبقى موجود لاني هيساعدهم كتير قوي قوي. ما جاش اليوم لسه اللي يبقى فيه كريستيانو رونالدو متاح عندك وعنده الرغبه وتروح انت تقول له انا مش هلاعبك يعني. بالظبط. مفيش واحد عاقل هيعمل كده. بالظبط. لا ده تلاقي جمهور ميسي ولا دخل صوت انه لا مش عايزين يلعب. كل ما تتكلم حلو عن ميسي تلاقي الناس تقول لك لا كريستيانو احسن. كلام عن كريستيانو تلاقي الناس تقول لك لا ميسي احسن. يا جماعه عادي، الاثنين ممتازين وحاجه مبهره يعني. بس بالظبط بالظبط. بقى لازم نستمتع بيهم في اواخر ايامهم الحلوه. وخلي بال حضرتك انت بتستمتع بيهم في اخر ايامهم وهم يعني انا اسف يعني هم بيمشوا يعني ما بيعملوش المجهود. أيوة. أو بيعملوا كل اللي احنا شفناه قبل كده. صح. بس وجودهم مهم جدا. عامل الخبره لازم يبقى موجود. عامل على فكره يعني منتخب بلجيكا لما جينا نلعب كانت عاملين خايفين قوي جدا من محمد صلاح. فدي ده النجم. ايوه النجم بيخلي ناس كتير قوي تبقى قلقانه منه وخايفه منه. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ببقى في لعيبه كده باخد بالي منها واركز عليها. كريستيانو لما بيجي في كل مباراه الاقي اللعيبه بتقعد تضربه وبتشده في ال 18. فقلقانه منه، ده خوف على فكره يعني. انت فاهمني؟ زي ميسي بيبقوا اول ما يستلم كوره كله يروح متلم حواليه برضه بيقعد يرقص يعني عشان حتى لما الكوره ما بتبقاش ترقيصه ناجحه او يعني مقصوده بتلاقيها بتخبط في رجل المدافع وتلزق في رجل ميسي. سبحان الله. بالزبط. طيب ثلاث اسئله، كل سؤال ب 20 ثانيه الاجابه. السؤال الاولاني، لماذا تراجع مستوى الزمالك الموسم ده؟ بسبب اختيارات المدير الفني للعيبه، ان انت عندك خط الظهر المفروض تبقى انت بتلعب بثلاثه، لازم كنت تبقى عندك ست مدافعين. مشكله امام راس الحربه ما جبتش. ايه مشكله امام؟ ان هو كان عايز يجدد عقده. وما قدروش. ما بيلعبوا لسه جايب جول. لا ما قدروش يحوطوه. طب ما انت برضه من ماتشين ما كانوش بيلعبوه بسبب المشكله ديت. فانت كنت لازم تقرب منه وتقرب وجهه النظر. طب يا امام مثلا احنا عندنا مشاكل ماديه، طب الفتره الجايه ان شاء الله نعملها كذا. فعملت حاجه، عملت مشكله في اوضه اللبس. هي دي اللي احنا بنقعد نتكلم فيها. ان انت مثلا يكون اللعيب عنده مشكله مش قادر تحلها، هي دي من ضمن المشاكل في اوضه اللبس. موضوع الفرود، ان انت عندك لازم انت بتلعب على كذا بطوله. لازم يبقى عندك في كل مركز 3 4 لعيبه. انت الفرود عندك 2، واحد في منتخب راح والتاني هرب وما عندكش فرود. رجع يولا؟ رجع. رجع. اي بس ما بيلعبش. يعني هو المفروض هو اللي يكون اساسي النهارده. بالظبط. انت دلوقتي ما بقاش عندك، يعني دلوقتي انت بتلعب من غير فيرويد. مفهوم. ونفس النقطة بتلعب باوباما دلوقتي. وخلي بالك احنا لازم نتكلم. فاكر لما انا كنت عندك هنا في البرنامج قلت لك انا هقارن واشوف المدير الفني السنه الجايه هيلعب بنفس الطريقه ولا مش هيلعب ولا هيطور. ايوه مظبوط. هو لغايه دلوقتي بيلعب بنفس الطريقه. بنادي الزمالك جاب له لعيبه كتيره. جاب له لعيبه على مستوى عالي. برضه بيلعب بنفس النمط ونفس الطريقه، بيسيب للخصم الاستحواذ وبيلعب على الكونتر اتاك. ودي ودوت مش نادي زمالك. كارتيرون كان بيعمل كده والله نفس الاداء، كان يسيب للخصم يبدا الهجمه ويلعب على الكونتر اتاك، بس في الاخر مشي. مظبوط. الناحيه الثانيه والسؤال الثاني، الاهلي الأداء بعد التوقف مش أحسن حاجة، لكن حقق انتصارين، واحد في الكاس واحد في الدوري. إزاي يعود الأهلي لمستواه، أو إيه اللي مخلي الأداء مش مقنع حتى لكولر نفسه؟ الأداء إن هو يعني أنا شايف إن هو بيدي فرص للعيبة كويسة قوي، بيدي فرص لكل اللعيبة، واللعيبة مش قادرة تستغلها، ودي حاجة هيندموا عليها، لعيبة كتير هتندم عليها. مين أبرزهم؟ حسام حسن. ممكن قفشة، ممكن شادي وشريف، محمد شريف. دولت خلي بالك النادي الاهلي في يناير هيجيب فرود وهيجيب طرفين كويسين. طاهر لازم يركز، عبد القادر لازم يركز. اللعيبه ديت انا بقول لها لو الفتره الجايه النادي الاهلي لو جاب طرفين كويسين ممكن ما يلعبوش طاهر وعبد القادر ما يلعبش. لو جابوا فرود، النادي الاهلي محتاج فرود. برونو سافيو يفضل يلعب رقم 10 ولا يروح ناحيه الشمال احسن؟ لا 10 احسن. 10 احسن. ليه؟ يعني لان هو برضو خلي بالك واحد على واحد مش سريع ومش قوي. هو بيطلع الباص كويس، بيضغط كويس، بيعمل مجهود كويس. بس لغايه دلوقتي انا لسه مش يعني مش قانع، مش مقتنع، مش مقنع بالنسبه لك لغايه دلوقتي. بالظبط. ليا النادي الاهلي الماتشين اللي فاتوا افتقد الضغط العالي بتاعه، افتقد الجري كتير.
احسن لعيب في الملعب كريم فؤاد. انا بالنسبه لي الماتش اللي فات عمل كورتين كنت اتمنى ان انا يكون معايا، يعني كنت اصورهم واوريهم لك. كان في هجمه مرتده على النادي الاهلي، كان هو تقريبا كان عامل الهجمه، رجع سبرنت صح وراح طالع تاني سبرنت. فهي دي يعني من النقط اللي انا شايفها في كريم فؤاد بيدي اقصى طاقه. وعجبني جدا لما لعب باك رايت كمان، يعني في مكانه، يعني ده مكانه. ايوه مظبوط. ولعب باك ليفت كمان بالظبط. هو دلوقتي ما شاء الله بقى جوكر صح. المدير الفني وانا شايف ان هيعلى اكتر من كده كمان. يعني المحله هو الوصيف دلوقتي. شفت انت الخناقه او اللفه اللي حصلت وفي الاخر رجع محمولا على الاعناق بابا فاسيليو، شايف الماتش ده ازاي؟ وده سؤالي الاخير واحنا بنختم. بص يعني المحله، عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن هاني، عايز اقول لك على حاجه. المحله محظوظ بقى له 3 4 ماتشات محظوظ. تمام. عشان نتكلم، الراجل عامل حاجه كويسه جدا. بيبدا الهجمه كويس، مدي اللعيبه الخط بتاعه الثقه جدا، مدي الحارس مرمى بتاعه ثقه. بس هو محظوظ، خلي بالك هو في ماتشات كتيره جدا ممكن ما كانش يكسبها. بس انا زعلان يعني من اللي حصل ده كله. طب هو الراجل ليه وجهه نظر، هو اي حد، انا لو مكان هعمل كده، لو جالي عرض انا باخد دلوقتي مثلا 10 قروش وجالي 50 قرش هفكر. لان انا في الاخر بشتغل عشان يخش لي فلوس ويخش لي دخل والكلام ده. بس انت في الاول انت جيت صح وارتضيت بان انت تاخد فلوسك مصري وان انت عملت اداء كويس. ممكن اللي حصل يعني اللي هو حصل بقى ان الناس عدلوا له عقده وعملوا له كل دوت، انا شايف اللي هو احسن حاجه ان هو قعد في نادي المحله. وأنا كمان. لان في الاخر انت عملت اداء كويس مع نادي المحله، ونادي المحله انت ما كنتش لاقي عقد ولا في بلدك ولا في مصر. نادي المحله هو اللي عملك وعمل رجعك تاني على الطريق والنجوميه. مش كلمه هو اللي عملك دي والله يا كابتن حسن، نجمك تاني. اقول لك ليه؟ ايوه نجمك تاني، بس يعني مش بسبب شغلك يعني. بالظبط. وتوفيقك، خلي بالك. ما طبعا التوفيق والشغل. ايوه، واجواء جماهيريه وعناصر كتيره، بس بالزبط. انت سبب منها تمام. انا مش هنختلف في النقطه ديت. في الاخر انت بسبب شغلك وبسبب التوفيق بتاعك وبسبب حاجات، بس في الاخر ما تجيش عليا برضه. طبعا يعني 100%. يعني انت فالعوده هي الحل الانسب للطرفين. بالظبط. كابتن حسن مصطفى كالعاده بستمتع جدا بالقعده معاك، منورتنا وشرفتنا، ودايما نشوفك على خير. ربنا يخليك. انا اللي مبسوط ان انا ببقى معاك لتاني مره، ببقى معاك وان شاء الله باذن الله تتكرر تاني وتالت مره ان شاء الله. وانا مبسوط جدا جدا بالحلقه دي. نورتنا يا كابتن حسن، شكرا ربنا ليك. ربنا يخليك يا رب. نورنا الكابتن حسن مصطفى، وانتوا كمان كالعاده نورتونا. غدا باذن الله لقاء جديد الساعه 11 على شاشه صدى البلد. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت. الى اللقاء.